الصوت واضح كده؟ طيب انا سامع، انا مش سامع كويس. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بصحة وبسعادة كلنا تمام. بس انا شايف الكلام، بس انا مش سامع الصوت. يعني لو حد هو هيبقى كلام، كلام بس تمام. طبعا انا بشكر اداره القائمين على الموقع بتاع الفيسبوك حيتان ساينس او ويل ساينس، وبشكرهم جدا 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 على اللايف انفيتيشن دوت. وطبعا وكل سنه وانتم طيبين، وطبعا طبعا يا رب تكونوا كده بصحه وبسعاده. وطبعا بنصحكم انك انتم تاخدوا بالكم من الاجراءات الاحترازيه جدا في موضوع انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. واهم حاجه الكل اللي كومندت بيها الماسك، ونعقم ايدينا بالالكول 70%. ورب يسلم، وكل سنة وانتم طيبين، وانا تحت امركم في اي سؤال. تمام، شكرا يا ملك. تمام، منور يا عبد الله. مساء النيل، مساء النور، اهلا بيكم. اهلا بك يا استاذ محمد، اخبارك ايه؟ استاذ محمد الدغيدي. تمام، شكرا يا استاذ محمد. هل فيروس كورونا بيطير في الهواء؟ بيطير في الهواء، بس بعد كده ممكن يقع، يعني بيبقى ليه ثبوت على السطح. وانا كمان يا استاذه الهام بشكر حضرتك جدا. تمام، اهلا بيك يا استاذه ندى، منوره والله. ايه الاخبار؟ طيب، بالنسبه، انا عايز اتكلم بس على اول نقطه بالنسبه لطلبه كليه العلوم. بالنسبه لطلبه كليه العلوم، على فكره كليه العلوم من الكليات القويه جدا جدا جدا، على ان هي في مجال عامه التطبيقات العمليه. كليه العلوم من الكليات اللي هي بالذات اللي هي مش واخده حقها في مصر. هي مش كلية العلوم بس اللي مش واخدة حقها في مصر، لا، ده كلية العلوم وكل الكليات كمان العملية، زي كلية الطب وكلية الطب البشري وطب أسنان وكلية الصيدلة. لكن أنا هتكلم بالأخص على كلية العلوم، هي مش واخدة حقها ليه؟ تمام، ليه بياخدوا حقها بره مصر؟ لأن خد بالك، هما بره مصر بيعتمدوا على التطبيق أكتر. تمام؟ بيعتمدوا على تطبيق أكتر، ومن ضمن التطبيقات الأكتر اللي هنا معتمد عليها في كلية العلوم، أنه في عندي أقسام كتير قوي زي قسم الكيمياء، ليها تطبيقات كتير جدا. تمام؟ ليها تطبيقات جدا في حياتنا. وممكن تطبيقات كلية العلوم قسم الكيمياء، ممكن حاجات تخش فيها قسم الكيمياء لك أن تتخيل إن هي ما تعرفش، يعني ممكن ما تتوقعش إنك أنت ممكن تخش فيها كلية العلوم قسم الكيمياء. من ضمن الحاجات الغريبة اللي أنا شفتها في قسم الكيمياء ممكن يخش فيها زي مصلحة صك العملة، إن مصلحة صك العملة دي الكيميائي هو رقم واحد في هذا الموضوع. بالنسبه لبعض المجالات زي مجالات البترول، وبعدين مجالات البترول كمان بالذات في مجال حفر البترول ومجال مشروعات البترول بمختلف انواعها، وقياس اللي هي البترول نفسه، يعني ازاي البترول بيبقى في تنقله، زي شركه سومة البترول ازاي بيتنقل، هل هو محافظ على المواصفات بتاعته ولا لا. تمام، منورين، منوره استاذه تسنيم من الاردن. تاني حاجة بالنسبة لكلية العلوم، لازم انتوا طلبة كلية العلوم داخل انت الكلية عارف انك انت هتعمل ايه وهتسوي ايه. لازم تبقى انت، يعني كلية العلوم مش كلية قليلة، مش كلية سهلة، ولكن هي يعني هي possible او هي difficult but possible، يعني هي صعبة بس انت ممكن تحقق نفسك فيها. الشخص اللي هو داخل كلية العلوم سواء كان حاببها او مش حاببها، لازم
لازم يعيد ترتيب اوراقه قبل ما يخش الكليه، لازم يعرف انا بحب ايه، لازم يعرف انا بنتمي لايه، لازم يعرف انا بميل لايه. يعني مثلا انا مثلا دايما بشبه بمثال ظريف جدا بحب اقول لكل الناس وكل الطلبه سواء في جميع المواقع، زي مثلا الفكره بتاعت الفرق ما بين الفحم والفرق ما بين الماس الدايموند. الفرق ان هو الماس هو الدايموند، هو نفس التركيب الكربوني بتاعهم، ولكن الفرق ان الفحم التركيب الكربوني بتاعه راندم، لكن التركيب الكربوني للماس ريارنجمنت مرتب، تمام؟ فبيدي فاليو ويدي قيمه. اللي انا عايز اقوله لك انك انت جواك حاجه قيمه جدا جوا كل شخص، ولكن لازم انت تعرف ازاي تنظم وقتك وتنظم تنظم تعمل تنظيم للشخصيه بتاعتك من جوه عشان يبان على شخصيتك ويبان على اتجاهك عشان تعرف انت عايز توصل لايه بالظبط، تمام؟ ده هيفرق معاك جامد. ازاي انا هعرف ازاي انا بحب قد ايه وبحب ايه؟ هل انا مثلا بحب الكيمياء؟ هل انا مثلا بحب الفيزياء؟ هل انا بحب مثلا ان انا البايو عامه بشكل بايو سيلز عامه بشكل عام، زي مثلا الميكروبيولوجي الخلايا، اتجاه الخلايا؟ هل مثلا انا بحب الجيولوجيا، بحب علم طبقات الارض، ايه اللي جوه الارض، ايه اللي جوه طبيعه الارض نفسها؟ فلازم انا فاهم، لازم اسال نفسي الاسئله دي كلها، انا بحب ايه وانا هبقى فين، ولازم انا لازم اقعد اسال نفسي اسئله كتير واعيد وازيد وافهم واتقص واسال اهل الخبره، وممكن تسال، ممكن تسال الاهل وممكن تسال المدرسين بتوعك. انا كنت شاطر في ايه، انا كنت بحب ايه، انا متميز، هل انا متميز في الرياضه؟ ممكن مثلا ابقى متميز في الرياضه، هل ممكن مثلا ابقى متميز مثلا في الحاجات اللي فيها الملاحظات زي مثلا حاجه زي الكيمياء، تمام؟ طيب ايه تاني ممكن مثلا بالنسبه لانقسام الخليه، ميتافيزم مع الشكر، هل ممكن تفسير لانقسام الخليه؟ والله انا مش تخصصي قوي، بس انا تخصصي كيمياء، يعني انا تخصصي كيمياء شويه، تمام؟ هل فيروس كورونا انتقل عبر الدم او يقتصر عبر الدم، حصل اي انفكشن او يقتصر على الرئتين فقط؟ هو ثبت دلوقتي ان هو، انا ما اقدرش يعني اجزم ان هو ينتقل عبر الدم او لا، لان الفيروس كورونا ليه اتجاهات مختلفه وطريقه اتجاهاته مختلفه، لكن او يقتصر على الرئتين فقط، هو ان فيروس كورونا طالما هو جوه الحلق يبقى انت كده في الامان، ممكن ينزل في المعده يدوب مع الحامض بتاع المعده، لكن اول ما بيخش الرئه بتبقى فيها مشكله. شكرا يا استاذ احمد امين، منوره استاذ تسنيم من الاردن، تمام. طيب في بعض الناس كانوا بيسالوني مثلا، انا مثلا ازاي انا ممكن، ايه هي كيف يمكن انقاذي ذوي الامراض المزمنه من مرض كورونا، ايه اهم الكورسات اللي لازم اعرفها وانا في اول اولى علوم كيمياء؟ طيب ازاي انقذ الامراض المزمنه، ازاي يمكن انقاذ ذوي الامراض المزمنه من مرض كورونا؟ امراض مزمنه زي هنقول مثلا الضغط والسكر، تمام؟ دي بترجع فيها للتحاليل المعمليه وبترجع فيها للدكتور المختص اللي انت بتتعالج معاه من مرض كورونا. لا، مرض الكورونا هل ليه علاقه؟ بس انا اللي اعرفه ان دايما ان الناس اللي هم عندهم سمنه شويه ممكن يبقى اكتر عرضه لمرض الكورونا. طيب ايه اهم الكورسات اللي لازم اعرفها وانا في اولى علوم كيمياء؟ سؤال جميل جدا يا استاذ محمد. يا جماعه اهم كورسات اللي انا لازم اعرفها في اولى علوم كيمياء، لازم خدوا بالكم من خدوا بالكم من المخاطر اللي بتقابلوها في حياتكم. المخاطر بشكل عامه زي التعبان، التعبان او التعبان عامل زي مثلا، او الحيه الكبرى انا ممكن اتعامل معاها وفي ناس مش عارف يتعامل معاها. لو انا ما عرفتش اتعامل معاها هتقرصني وهتموتني، لو انا اتعاملت معاها بشكل كويس جدا وبشكل حرفي يبقى انا كده قدرت اتغلب على هذا الخطر بتاعها. هي نفس الفكره، ان انا لما اخش المعمل بتاع كليه العلوم لازم ابقى انا فاهم ازاي بتعامل مع المواد الكيماويه كلها، لازم اقرا الام سي دي اس بتاعتها اللي هي الماتيريال سيفتي داتا شيت، اللي هي البطاقه التعريفيه بتاعت كل ماده. لو انا مش عارف او مش عايز أعرف، مش قادر اعرف، اسال المعيد، اسال الدكتور، اسال القائمين على المعمل واسالهم ايه الاخبار، ايه هي الماده اللي انا بعملها، هل الماده دي مثلا لما تكون الغطاء بتاعها مفتوح هل بتطلع اخره،
في طالبة في كلية العلوم جامعة طنطا معايا، طالبة توفت بسبب إن هي شمت كمية نيتروجين، كمية نشادر عالية جدا، صدرها ما استحملش. تمام، يبقى لازم أنا أكون المعمل فيه شفاطات، لو ما فيش شفاطات أحاول أفتح الشباك. دايما أنا لازم أخد بالي جدا من موضوع السيفتي. السيفتي مهم جدا. السيفتي بيقيم من ضمن التقييمات الكيميائي أو من ضمن تقييمات خريجة كلية العلوم. ليه؟ لأن السيفتي دوت بيحافظ على نفسك وبتحافظ على المعدة اللي معاك أو بتحافظ على الأجهزة وبتحافظ على المعمل. تمام؟ طيب أدي بالنسبة يبقى أول حاجة في أولى كلية العلوم لازم أخد بالي من الكورس. يبقى أول حاجة أهم الكورسات اللي لازم أعرفها وأنا في أولى كلية علوم السيفتي. تاني حاجة الإنجليش، مهم جدا 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 إن أنا آخد أذاكر إنجليز، أذاكر إنجليش بشكل محترف. ليه؟ لأنك أنت هيطالب منك إنك أنت تقرأ مقالات علمية وهتقرأ أبحاث علمية. ازاي انت تقرا ابحاث علميه وانت اصلا مش شاطر في الانجليزي؟ ده على افتراض ان مثلا ان في طلبه مش شاطر في الانجليزي ومعظم الدراسات اللي عندك في الكليه كلها في كليه العلوم كلها بالانجليش. طيب ايه هي مثلا الشهاده المعتمده ان انا اخدها من المركز الثقافي البريطاني البريتش كونسل اللي هو الايلتس انترناشونال انجليش لانجويج سيستم. بيفضل ان انا اخدها على اساس ان انا بقدر انمي مهاراتي في اللغه الانجليزيه، وازاي في نفس الوقت اقرا بعض الابحاث العلميه اللي هي ممكن تخدمني في كليه العلوم، او مثلا لو انا اقدر بذاكر اي كورسات في كليه العلوم او انا بذاكر المحاضرات والدورات بتاعتي ان انا عندي فاهم ايه هي يعني اساسيات الانجليزي بتاعتي. مش بقول لك في الايلتس تجيب سكور عالي، لكن انت لازم على الاقل تكون شاطر في الانجليزي. طيب ده هيأهلك لايه بعد كده؟ انك انت أنا عندك الايلتس فيها شقين، في اللي هو الجنرال وفي اللي هو الاكاديميك. الجنرال اللي هو البابليك سبيكينج، تمام، والاكاديميك ازاي انت تحضر ماجستير ودكتوراه، وساعات بيطلبوا منك بعض الجامعات ان تكون في الماستر او البي اتش دي تكون محضر في الاكاديميك او يكون عندك سكور عالي جدا في الاكاديميك. تمام، ثالثه ثانوي يا دكتور اتكلمنا بالتفصيل عن الكليه. في ثالثه ثانوي، انت في ثالثه ثانوي يا دكتور انت ناوي تخش كليه العلوم ولا لا؟ لو انت حابب تخش كليه العلوم معايا خشها، لو انت حابب تخش كليه عمليه خشها. هي المشكله كلها مش في الكليه يا استاذ احمد، المشكله كلها انت حابب ايه، انت عايز ايه. ثالثه ثانوي معايا، ثالثه ثانوي انت عامل زي واحد باخد تاخد مواد كتير قوي في ثالثه ثانوي. لكن انا اسال نفسي، عايز اسالك سؤال، انت بتحب ايه، انت عايز تخش ايه. ما تخشش زي الناس اللي هي ما بتخش كله دخل كليه الهندسه يبقى عايز يخش كليه الهندسه. لا، انت عايز بتحب ايه، اللي انت بتحبه هو اللي انت هتنجح فيه. بس سؤال هنا بقى، ازاي انا اعرف نفسي، ازاي انا اعرف اللي انا بحبه؟ تسأل نفسك فيها وتسأل اهلك وتسأل المدرسين بتوعك. تمام، انا ادرس تربية كيمياء، شون اقدر ادرس التحليلات؟ التحليلات لازم ترجعي للستاندر ميثود حسب التحليلات الموجودة. تمام، الستاندر ميثود بيبقى هو اكتر حاجة بيبقى بينزل كل 3 4 سنين اديشن، واخر اديشن في 2017. شكرا. صقر، ما المدى التي يبقى فيها فيروس نشطا على الجلد؟ تمام، ازاي يا دكتور اقدر انظم وقتي في المذاكره وايه احسن وقت المذاكره؟ بص يا استاذ محمد، المذاكره عامه بتبقى عايزه رغبه من جواك وعايزه جو من بره، يبقى من جوه ومن بره. من بره يعني بيئه انفايرومنت، ومن جوه اصرار، تمام، انك انت عايز تذاكر. بعد كده تنظيم الوقت مهم جدا، يعني مثلا وانت بتذاكر ما تاكلش كتير، مثلا حاول تبقى الاكل يبقى خفيف. ليه؟ لان الدم كله فوق. تاني حاجه، لما تيجي تقعد على الكتاب وتذاكر ما تذاكرش مره واحده، حاول تطلع واحده واحده، حاول تقعد تقرا، تاخد الكورس نفسه مثلا وتقرا نظره عامه، اقرا المقدمه، اقرا مثلا الفهرس نفسه، وابدا بعد كده خش خد واحده واحده، تاخد مثلا اول تايتل في الفهرس، يبقى انت كده خدت اوفر فيو نظره عامه عن الكورس او عن البي دي اف بتاع الماده نفسها، بحيث بعد كده لما تيجي بعد كده تذاكر وتنزل بتقلك يبقى انت فاهم انت حاطط فين ورايح فين. وتاني حاجه، اي ماده او اي مذاكره فيها مسائل يفضل انك انت تعمل براكتيكالز كتير، تعمل يعني لازم تتمرن كتير وتحاول تشوف الاسئله اللي متكرره والاسئله اللي موجوده، وتحاول تشوف اسئله هنا او هنا عن طريق المواقع او تسال زمايلك وتشوف، ما تسكتش، ما تقتصرش على الماده. ليه؟ الماده نفسها معايا عباره عن بي دي اف او ورق مطبوع او كتاب مطلسم، محتاج تفكه
تفك ازاي باسئله. طب السؤال ده يجي هنا يجي ازاي، والسؤال ده هنا يجي ازاي، والسؤال ده هنا يجي ازاي. انت بالاسئله ممكن تلم الكورس نفسه اكتر من انت وتقراه، تمام؟ وفي نفس الوقت انت ممكن الحاجات المتبقيه اللي انت علمت عليها هيجي فيها سؤال، ممكن لو تقعد تقراها يبقى انت كده كملت الكورس كله. مساء النور، ما هي الشركات المولاه المتاحه للتدريب في انا في كيمياء، في علوم كيمياء خاصه؟ الشركات المتاحه للتدريب، التدريب عامه معايا ده على حسب الكليه هي بتوجهك فين. اكتر الشركات بتبقى مطلوبه في التدريب تبقى شركات الميه وشركات الاصباغ وشركات الغزل والنسيج. بس انا يا جماعه يعني نفسي تبقى كليه العلوم التدريب فيها مبقاش بس 3 شهور الصيف، التدريب فيها بيكون سنه. انا بتمنى، انا بطالب يعني كل رؤساء الجامعات في مصر كلها وبالذات سيدات العمداء كليه العلوم ان هم يعملوا سنه تدريب، سنه تدريب معايا في النص، يبقى اول سنتين دراسه وسنه في النص تدريب وبعد كده سنتين دراسه، يبقى تبقى كليه العلوم 5 سنين. وانا ما كنت هناك، انا كنت عايش في انجلترا وكنت طالب في جامعه اوكسفورد هاوس كوليدج، وكنت قدمت في جامعه مانشستر في قسم الكيمياء هناك، وكان الدكتور هناك لما اداني كتب قعدت اقراها معايا وفهمت الدراسه هناك ماشيه ازاي. الدراسه هناك سنتين دراسه وسنه تدريب على المصانع والمواصفات الانجليزيه والتابعه للاتحاد الاوروبي قبل ما تنفصل انجلترا، وسنتين بعد كده في الكورسات اللي انت اخترتها او البرنامج او الباكج اللي انت اخترته، تمام؟ وبعد كده تتخرج معايا من ايه، من الكليه بتاعتك. فلازم لازم انا يبقى لازم انا في سنه تدريب. الثلاث شهور التدريب دوت مش هينفعوا ليه؟ انا شايفهم مش فتره كافيه. اللي ممكن يحصل تكاسل، ممكن يحصل الطالب ما يروحش، لكن السنه التدريب والسنه دي تبقى جزء من ضمن الجي بي اي بتاعك، هيلزم الطالب ان هو هيروح وهيلزم الطالب ان هو هيتعلم. وفي نفس الوقت لما يجي يطلع بره يشتغل معايا، حتى لو قسمنا السنه دي ترم اول وترم تاني، الترم الاول لو قلنا مثلا هيشتغل في مجال والترم التاني هيشتغل في مجال مختلف، تمام؟ طيب حضرتك خريج ايه، جامعه ايه؟ انا جامعه طنطا، تمام؟ اهلا بيك من اليمن. اهلا اهلا باهل اليمن. ثانك يو دكتور، ابريشيت يور اوفرت ان هيلبينج اس. يو ويلكم. تمام. دكتور ما فهمش سؤالك على فكره، نقول تاني. طيب انا بحب البيولوجي، بحب البيولوجي وتفاصيله جدا، تمام؟ طيب انت بتحب البيولوجي، هل مثلا بتحب البايو سيلز، هل بتحب مثلا الخلايا، هل بتحب يبقى تخش المايكروبيولوجي، ممكن تخش تدرس علم الخلايا، ممكن تدرس حاجة أحسن كمان إنك أنت تدرس علم الخلايا، فبالتالي ممكن تدرس تأثيرها على المناعة في الجسم، ممكن تأثيرها على بره الجسم. يعني إيه؟ ممكن بعض الخلايا بتعمل مثلا أي مشاكل في أي مكان، تمام؟ في أي مكان بتولد فيه مثلا خلايا ممكن تعرف اتجاهاتها. يبقى زي مثلا بعض ال كان في برضك أستاذ علم المناعة خريج علوم جامعة عين شمس، وهو من ضمن الفريق عمل اوكسفورد اللي هو الدكتور احمد، دكتور احمد، وهو خريج، هو خريج استاذ علم المناعه، وده من ضمن بعض الناس اللي هم ان شاء الله باذن الله هيطلعوا بعد كده ان شاء الله باذن الله. تمام، تسلم كتير والله. تمام، ازاي اذاكر في سنه اولى بشكل منتظم؟ بشكل منتظم المذاكره بشكل منتظم عايزه تهيئه نفسيه، يبقى مهيئه نفسك يا استاذ احمد انك انت بتذاكر. بعدين في الدراسه في الصيف، حاول انك انت تقرا، حاول انك انت تشوف سنه تانية بياخدوا ايه، وتطلع المواد اللي انت بتقراها، حتى على الاقل توفر على نفسك الضغط بتاع اخر سنه، تمام يا استاذ احمد؟ يعني مثلا انا ذاكرت ازاي اذاكر سنه اولى بشكل منتظم، انا هذاكر ازاي؟ هنظم وقتي، تمام؟ انت ما وراكش حاجه، انت ما عندكش شغل، ما بتشتغلش، انت لسه طالب، تمام؟ كل المطلوب منك انك انت تذاكر. والمذاكرة إن أنا أنظم وقتي، التنظيم سهل جدا. إمتى تصحى؟ تصحى بدري وتنام بدري. وقتك طبعا الصلوات الخمسة بتاعتك، والأكل يكون بشكل كويس، وأهم حاجة تشرب مية كتير، لأن الغذاء بتاع العقل دوت اللي هو المسؤول عن المذاكرة وحفظ المعلومات 70% منه مية. وتنظم وقتك بشكل كويس جدا، تمام؟ يعني طبعا إنك أنت تغير جو شوية مع شوية رياضة خفيفة، تمام؟ ده كله مكملات انك انت تقدر تديك طاقة ايجابية، تمام؟
ازاي تنظم، ازاي انت تشجعك انك انت تقعد تذاكر، وفي نفس الوقت البيت من بره يعني الانفايرومنت بتاعك مثلا من بره اكيد ما هيقل لك الجو، عندك اوضه، عندك مكان تذاكر فيه، زهقت من المذاكره قوم اعمل انت اي حاجه، ما تقعدش على الكتاب، قوم اعمل اي حاجه انت بتحبها، اي حاجه انت بتحبها، ايه اللي انت بتحبه، انزل اتمشى شويه، انزل غير جو، انزل روح اتفرج على تلفزيون، اتفرج على حاجه بتضحكك، اتفرج على اي حاجه كوميديا، لكن تقعد على الكتاب وانت بتذاكر وانت مش عايز تذاكر يبقى المعلومه بتخش وبتطلع من الناحيه التانيه. طب ايه المصادر اللي انا هقرا منها؟ مفيش مصادر انك انت تقرا منها، لان حته تنظيم الوقت بتختلف حسب من طالب لطالب، بس نصيحه حاول تكون صريح جدا مع نفسك، حاول تكون انت يعني ما تضحكش على نفسك معايا، انت طول ما انت صريح جدا مع نفسك هيبان معاك جدا في مدى تحصيلك للايه، للمذاكره. سنوات واحد كتير على ما اتاقلم مع الجامعه، تمام ماشي انا معاك، انت مدى تاقلمك قد ايه؟ ما انت خد بالك لازم، انت مدى تاقلمك يعني معناها انت عندك نقص في المعلومات. يعني ايه نقص في المعلومات؟ انت معلومات الجامعه نفسها، معلومات الكليه نفسها انت عندك نقص فيها، تمام؟ يعني ايه نقص فيها؟ انت اولا داخل كليه العلوم عندك سنه اولى، ايه هي المواد بتاعتك؟ ايه اجيب البالطو؟ ايه هي الادوات بتاعتك؟ احط ادواتي فين؟ الجداول بتاعتك، اماكن المحاضرات، اماكن القاعات، الاجراءات الاحترازيه بتاعتك مهم جدا، تمام؟ الجداول بتاعتك هتنظمها ازاي؟ الجداول بتاعتك بتاع الدراسه ماشي ازاي؟ عندك الجمعه والسبت اجازه او الجمعه اجازه، تمام؟ اذاكر ازاي؟ طب انا روحت متاخر هلحق اذاكر؟ يبقى انت لازم محتاج مجهود زياده، تمام؟ عشان تجيب وقت اكبر. تحاول ما تضيعش وقت على قد ما تقدر، على قد ما تقدر ما تضيعش وقت. حفظ للجدول اللازم ومطلوب، واذا مطلوب اريد طريقه شلون احفظه، طريقه الجدول الدوري. هو الجدول الدوري طريقته عشان حفظه يعني هو يعني هو ما فيش طريقه للحفظ بصراحه يعني ما يعني فاهم، بس هو حاولي على قد ما تقدري انك انت تحفظي الجدول الدوري اللي هي الحاجات الاساسيات بتاعته اللي هي الكولومز او الروز، وبعد كده انت بعد كده هتتعودي بعد كده مع التكرار وكتابه بالكتابه بالورقه والقلم هتقدري تحفظيه. طب مش عايزينها تاخد وقت كتير فدي الفكره. طب ماشي، وانا اقول يا جماعه ومش عارف انظم وقتي وحاسه اني تايهه. طيب يا ساره انت في اولى جامعه وحاسه انك انت تايهه، ليه تايهه؟ ايه اللي متوهك؟ اسالي نفسك انا ايه اللي متوهني؟ ايه اللي متوهني؟ طلعي ورقه وقلم واكتبي كده ايه اللي حاجه ايه ايه الحاجات اللي هي متوهاني؟ هل مثلا هل انت تايهه مثلا مش عارفه الكليه فين؟ هل مثلا مش عارفه ايه المحاضرات؟ طب فين الجدول بتاعك؟ مين اسماء الدكاتره؟ ده يعني انا لما كنت في الكليه انا كنت بعمل خلفيه، يعني ايه هي الخلفيه بتاعت كل دكتور؟ ليه؟ عشان اعرف الدكتور ده هو بيفكر ازاي، مش بكون داخل تايه، انا داخل عارف الدكتور بتاع كل اللي هيديني، زي مثلا ماده الاورجانيك مثلا او ماده الكاينيتيك، الماده الكاينيتيك انرجي، الدكتور انا عارف ان هو اسمه ايه وايه الخلفيه بتاعته، يعني مثلا في دكتور بيحب يركز على المسائل، في دكتور بيحب يركز في العملي اكتر، في دكتور مثلا بيحب لا كذا، في دكتور مثلا يقرص في الاول وبعد كده يقول لك لا خلاص تمام هو بس ايه عايز يعلمك، فلازم ابقى انا فاهم الخلفيه بتاعت الدكتور ودماغه ماشيه ازاي. هيتمسح ولا العفو يا استاذه ورد، هو اللايف ده هيتمسح ولا يفضل موجود؟ والله انت حاجه بترجع لاداره الفيسبوك، للاداره بتاعت الوايت ويل، الويل ساينس. تمام. ايه الشغل المتاح للكيمياء؟ ايه الشغل المتاح للكيمياء؟ شغل كتير، الشغل كتير، يعني ممكن الكيميائي يفتح معمل تحاليل، تمام؟ وعلى فكره اخر ابديت في الموضوع ان الكيميائي يفتح معمل تحاليل او اللي خصصت التخصص الميكروبيولوجي، تمام؟ ان هو بياخد ترخيص من نقابه المهن العلميه، كان الاول ان هو لازم يعمل يرفع قضيه، ولكن اخر ابديت ان النقابه تكفلت بهذا الموضوع وقالك ان اي حد يقدم الماجستير بتاعه في التحاليل الطبيه او دبلومه التحاليل الطبيه من حقه ان هو يفتح معمل تحاليل بس يقدم الاوراق دي كلها. تمام. ايه الشغل المتاح للكيمياء؟ طيب ايه تاني؟ تمام. طب يا دكتور انا اخر سنه في سبيشال كيمياء، ازاي اقدر احدد مجال كويس في المجالات الكتير قوي الموجوده في السوق؟
بص يا استاذ مصطفى، انت اخر سنه، فاضل لك المشروع لسه، تمام؟ انت حاول كده اول ما تطلع، اول ما تتخرج باذن الله وربنا يكتب لك كده الجرادويشن، حاول انك انت تاخد كورس السيفتي اي بي سي كده، خدها كورس السيفتي. هو الكورس نفسه معايا مشكلته ان هو، او يعني في ميزه او في حاجه جميله قوي، اي كورس عامه بعد التخرج، ان الكورس لما اخده بيبقى عباره عن انبوتس ليك، بيبان معاك في اتجاهاتك وبيبان معاك في طريقه تفكيرك وفي اختياراتك. يعني ايه؟ يعني مثلا انا دخلت رحت اشتغلت في مكان الاتش ار فيه مثلا عارف ان في مخاطر ممكن تاثر على صحتك، لو انا خدت الكورس السيفتي تمام، يبقى انا ايه، فهمت ان الاتش ار دوت بيفكر ايه لمصلحه الشغل بس، لكن انا عايز اشتغل لكن لمصلحه الشغل ومصلحتي انا كمان، لان صحتي مهمه جدا. فبالتالي كورس السيفتي هيديني ازاي اختار الشغل اللي قدامي، وهل الشغل اللي قدامي، لان في شغل كتير بيبقى مخاطره عاليه جدا ولكن مرتبه قليل، فحاول تاخد كورس السيفتي وهيوفر على نفسك وقت ومجهود جامد جدا، تمام؟ انك انت لو اشتغلت، ربنا يوفقك، واشتغلت في اي مجال من مجالات الكيمياء، هتيجي بعد كده انك انت ازاي تحافظ على نفسك وفي نفس الوقت تحافظ على المعمل اللي معاك، وفي نفس الوقت تحافظ على الاجهزه كمان اللي معايا، وزي واحنا كمان برضك في عرضه لاي مخاطر. وكمان طبعا استاذ محمد ما تنساش برضك موضوع الانجليزي. تمام. انا بحب في البيولوجيا عامه الوراثه والجينات، تمام؟ حاولي تتجهي في مجالات اللي هي الخاصه بالجيناتكس، تمام، وعلم الوراثه، مهم جدا طالما انت بتحبه، حاول تخش فيه لان هو مجال كتير ومجال كبير ومجال مفتوح. وهل الوراثة والجينات دوت، هل يعني في ناس بتحب تعرف أصولها، وفي ناس بتحب تعرف حاجات كتير قوي في مجال الوراثة، وبتكتشف عالم تاني خالص. جمعة مباركة على الجميع وعليك إن شاء الله بإذن الله. إزاي أعمل بحث علمي في الكيمياء؟ إزاي أعمل بحث علمي في الكيمياء؟ هو سؤال حلو يا أستاذة إلهام. عشان تعملي بحث علمي في الكيمياء لازم أنت، إيه هو البحث؟ هتعمليه في إيه؟ وإيه هو التايتل؟ والبحث اللي انت عملته ده، هل انت قدمت فيه نقطة عملية ولا لا؟ يعني مثلا انا هعمل بحث مثلا حاجة عن نوع البكتيريا الموجودة في المية، تمام؟ ايه هي انواع البكتيريا الموجودة في المية كمثلا؟ فانت هتعملي بحث عن انواع البكتيريا الموجودة في المية، فانت هتعملي انك انت تجيبي انواع المية المختلفة وتعملي تحاليل بتاعتها لانواع البكتيريا، وتطلعي كل بكتيريا موجودة في نوع المية، فهل وتنشريها على صفحة او على مواقع معايا بتنشر فيها ابحاث علميه، تمام؟ وازاي اعمل بحث علمي؟ طبعا لازم يكون اول حاجه في مقدمه وفي بروبوزال، تمام، وبعد كده البادي بتاع البحث نفسه، وطبعا الكونكلوجن، واهم حاجه المصادر، وتكون حديثه الايه السنين بتاعتها. هل فتره الدراسه ممكن يبقى في اي يبقى في اي مهاره تانية اعرف اعملها، ولا الوقت مش هيكون كافي بانك حضرتك خبير في نقطه زي دي؟ فتره الدراسه ممكن، حلوه دي. اي مهاره بالنسبه لك حاول تكون اختار المهاره اللي هي بتخدمك بعد التخرج وفي تخصصك، وتوفر عليك وقت معايا انت ممكن تضيعه. يعني مثلا لو انت عندك وقت غير السيفتي والانجليش، ممكن مثلا اروح مثلا اتعلم في معمل مثلا حد من معارفك في معمل تحاليل طبيه، في بعض المعامل بتشغلوا فيها طلبه، في بعض المنح بيشغلوا فيها طلبة، في بعض الشركات بتشغل فيها طلبة، فانت كده هتوفر على نفسك حاجات كتير قوي. انت ممكن توفر وقت معايا ومجهود انك انت لما تحطها في السي في، او تقول ان انا يا جماعة اشتغلت في الحتة دي في 3 شهور الصيف، تمام؟ يبقى انت شخص بتدور على انك انت تبقى في نقطة افضل وفي مكان احسن. طيب، دائما الكيميائي فرصته اكبر في الشغل حسب ما الناس بتقول، اغلب الطلاب لما بيدخلوا اقسام تانية مالهاش علاقه بالكيمياء بيحبطوا، هل في وظائف بيكون البيولوجيست مقدم فيها على الكيميائي، تمام، ولا دائما الكيميائي فرصه الشغل اقرب ليه؟ لا بص، هقول لك حاجه، كل وظيفه، كل تخصص، يعني هو طبعا الارزاق بتاعت ربنا، تمام، الارزاق بتاعت ربنا، لكن يا استاذ جهاد، لكن الفكره كلها ان يعني مثلا الميكروبيولوجي بيشتغل على البكتيريا اللي هي حسب موجوده مثلا في اي مجال، يعني مثلا البكتيريا الموجوده في الاغذيه، البكتيريا مثلا الموجوده في الميه، البكتيريا مثلا الموجوده في اي انفكشنز، تمام؟
لكن الكيميائي ممكن يشتغل وممكن ما يشتغلش. فهي الفكرة كلها مش في ان انت تخصص احسن من تخصص، المشكلة كلها انت عملت ايه في تخصصك، او في او يعني ايه المهارات او الكورسات اللي انت خدتها بتدعمك انك انت تشتغل في انك انت تبقى انت متميز وتشتغل في الوظيفة ديت. وصلت الحتة دي؟ يعني مثلا ممكن انا مثلا بيولوجيست، مثلا رحت خدت حاجة كورس معين، خدت مثلا ايلتس، خدت مثلا دبلومة، في كيميائي معاك طلع ما عملش حاجة، ما الكيمياء مش هيشتغل، انت هتشتغل، البيولوجي هيشتغل احسن، تمام، او هتبقى فرصته احسن. ممكن واحد ياخد كيو اي كيو سي اللي هو كواليتي كنترول وكواليتي اشورنس، تمام. لكن الفكرة كلها هي المسألة كلها ارزاق بتاعت ربنا، لكن تخصص احسن من تخصص لا، تمام. كل التخصصات، كلية العلوم كلها تخصصات جميلة، حتى الجيولوجيا كمان اللي هي انا بسميها يعني هو تخصص صعب جدا كمان، لان هو بيدرس كل الحاجات دي كلها، لكن برضك هو الشغل ده ارزاق بتاعت ربنا. بس الفكرة كلها انت عملت ايه، ايه هي المهارات اللي انت نمتها بعد الكلية على اساس انك انت ايه توفر على نفسك الوقت. ايه الشغل المتاح للبايوتكنولوجي؟ خاصة بحب فروع المايكرو مع الهندسة الوراثية وبقرا فيها كتير خارج المنهج. هو حاليا حاولي، هو شغل البايوتكنولوجي شغل كويس، لان هو تخصص لسه مفتوح، يعني مفتوح يعني من فترة مش كبيرة قوي. بس حاولي ما تقراش بره منهج عشان ما تشتتش نفسك، لان الحقيقة البايوتكنولوجي طالما تخصص جديد فبيطلع فيه كل فترة بيبر كتير قوي، مثلا بيبر ريسيرش كتير. فحاولي تقري انك انت جوه التخصص، يعني تقري جوه المنهج ما تطلعيش بره المنهج. كام سنه تاخد دراسه طب او هندسه الجينات في الجامعه؟ على هو الطب تبقى 7 سنين وهندسه 5 سنين، هندسه الجينات او في الجامعه ما اعرفش والله، بس هي على حسب، على حسب ان ممكن مثلا بتختلف، انا تختلف من جامعه لجامعه. في جامعات مثلا كانت يعني صيدله زودوا فيها سنه تقريبا، انا ما اعرفش، بس انا بقترح ان كليه العلوم يزودوا فيها كمان سنه، لازم يبقى في سنه، لازم تبقى كليه العلوم 5 سنين مش 4 سنين. كميه حجم الكورسات كلها في الكيمياء عامه او في اي تخصص في الكيمياء محتاج سنه تدريب. هل اللي داخل مايكروبيولوجيست ده يبقى ايه؟ ده يبقى ان هو المايكروبيولوجيست دوت بيدور على يعني اسمها ايه، اتجاه البكتيريا نفسها، الاتيتيود بتاع البكتيريا، ازاي بتصيب وازاي بتعمل انفكشن وازاي انك انت ازاي تحاربها، وايه هو السنسيتيف اناليسيس ليها انك انت تموتها، وازاي اللي هل مثلا لما تموتها بعد كده هل التريسس بتاعتها هل يبقى كغذاء لاي بكتيريا تانية، هل ممكن مثلا اعمل ريديوس للبكتيريا من خلال مثلا اقطع عنها الاكسجين او الاي تي بي بتاعتها. بس تنصح حضرتك اشتغل واتعلم المهاره دي في وقت الدراسه ولا في الصيف والاجازات؟ لا طبعا في الصيف، وفي في الصيف، وحاول تكون المهاره بتكون في مصلحه في مصلحه الدراسه، ما تكونش بره مصلحه الدراسه. يعني مثلا ايه، انت مثلا في كليه العلوم ما تروحش مثلا تتعلم مهاره مختلفه شويه، لا انت تحاول تتعلم مهاره مثلا انك انت تاخد كورسات، انك انت تحاول تتعلم في معمل، انك تحاول تاخد تفهم لو خدت كورس في اس جي اس مثلا معايا، انك انت يعني ايه، يعني ايه كلية العلوم، يعني ايه مثلا جودة، يعني ايه مثلا مراقبة الجودة. اقسام الطب ايه هي وكم سنة؟ ايه طبعا كلية الطب اقسامها يعني اقسامها كتير، تمام، يعني يعني حدث ولا حرج، وكل سنة وكلية وكم سنة هي يعني تبقى 7 سنين. في ناس كتير بتسألني ازاي احب كلية العلوم، ازاي احب كلية العلوم. طيب بص يا استاذ احمد، هو كلية العلوم عشان تحبها لازم تبقى انت فاهم انت هتبقى فيها فين بعد كده، يعني ايه هو الدافع اللي يخليك تحب كلية العلوم، ايه هو الدافع. بتخش الكلية بتتوه، بتخش الكلية مش عارف انا بعمل ايه، كلية صعبة جدا، كلية معرفش، طب ليه ما يكونش ده تحدي ليك انك انت تحب الكلية؟ هو ايه في حياتنا مش صعب، ايه في حياتنا مش صعب، ايه في حياتنا ما بن... يعني من حاجة بنخشها ما بنحبهاش. طب ما ترتب اوراقك شويه، وترتب انك انت انك انت مشاعرك شويه وتحاول تحبها، او على الاقل تصنع يعني تصنع فيها حاجه انت بتحبها. يعني مثلا انت بتحب تخصص معين بتحبه، شايف نفسك فيه، ممكن تدي فيه،
طب خلاص يبقى انا اخش التخصص دوت مثلا، يبقى انا انت عملت ايه؟ يبقى انت دخلت جوه التخصص اللي في كليه العلوم اللي انت بتحبه. طيب لو مهتم بالحقن المجهري اقدر اعمل ايه من وانا طالبه، ولا ببدا من ايه من تخرج اعمل فيه ماجستير او دكتوراه؟ لا، هو الحقن المجهري ده محتاج محتاج تخصصات تانية مختلفه، تمام، ليها علاقه بالطب شويه، تمام، والتحاليل الطبيه. فممكن يعني لو مهتم بالحقن المجهري يبقى اي بي سي لازم انا ادرس كواليتي، ولازم انا ادرس اتعلم في معمل الاول يا جماعه، لازم ادرس معمل كويس جدا واتدرب في معمل وافهم يعني ايه كلمه معمل، تمام. المعمل ده المعمل ده علم لوحده، ازاي انا يعني ازاي انا اشرف على معمل، او ايه هي المدخلات المعمل ومخرجات المعمل، ولازم انا انظم المعمل بتاعي بشكل كويس جدا ازاي، ونعمله انفنتوري بشكل صح، تمام. هي دي الفكره. وبعد كده تبداي بعد كده لما تفهمي المعمل كويس جدا، وافهم بعد كده الكيو اي كيو سي اللي هو الكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس، تبداي بعد كده لما اشتغل في الحقن المجهري مع معامل في المعامل اللي فيها الحقن المجهري، بعد كده هتعرفي ابدا اعمل ماجستير وممكن مثلا في اي تخصص. ايه افضل مجالات عمل لخريج قسم الكيمياء؟ والله هو كل مجالات الكيمياء كلهم مجالاتها كتير مجالاتها كتير، بس انت افضل مجالات مش المجال اللي بيديك فلوس، المجال اللي انت بتحبه، مش المجال اللي بيديك فلوس. في مجالات انت بتديك فلوس، يحصل زي مثلا موضوع الكورونا الدنيا قفلت، الدنيا قفلت بجد، لكن لو انت بتحبه الدنيا قفلت ما قفلتش معايا، انت بتطور نفسك، اول ما الدنيا تفتح هتكون انت عملت حاجة جديدة. طيب يا اللي متخرج من كيمياء وداخل ماستر كيمياء بايو كيمستري سريه، في بيشتغل بمختبرات تحاليلات مرضيه، تمام. طيب تمام كده. تمام طيب. في ايه اسئله تانية؟ تقريبا الكيمياء فرصة أكبر في الشغل ولا لأ؟ تمام، منورني أستاذ شهاب. يا دكتور أنا عايز أعرف إيه أقصى فرص قسم العمل قسم الكيمياء. طيب أولا قسم الكيمياء ممكن يشتغل في مجال البترول، رقم واحد، تمام. رقم اتنين بيشتغل في مجال الغاز الطبيعي، تمام، الغاز الطبيعي وتكريره. طيب البترول بتاع الكيمياء او الكيميائي لما يجي يشتغل في البترول هيعمل ايه؟ لازم في كورسات معينه ياخدها معايا، سواء من الشركه او بتاهله ان هو يخش ياخد في البترول. زي ايه مثلا؟ لازم ياخد كورسات اي بي اي سيفتي معايا، لو الشركه بعد كده بتوديه ان هو ياخد اوشا او نيبوش، ما تاخدش اوشا او نيبوش طالما انت مش هتشتغل في البترول. لازم يكون معاك الايلتس، مهم جدا معايا. طيب الغاز الطبيعي نفس القصه، بتاخد كورسات حاجه اسمها اتش 2 اس، تمام، ازاي تتعامل معاها مع الهازرز بتاعتها مع المخاطر بتاعتها. ممكن تشتغل في مجال معالجه الميه، تمام، ومجال تحليه الميه. ايه الفرق؟ المعالجه انك انت بتحول الميه الخام بتخليها ميه درينكينج ووتر، التحليه انك انت بتشيل الميه اللي فيها املاح كتير بتخليها ميه صالحه للشرب. وفي املاح وفي انواع تانية طبعا من الميه ممكن داخله في صناعات مختلفه زي الصناعات الطبيه، بتبقى ليها مواصفات معينه مختلفه شويه عن ميه الشرب. ايه تاني أو ايه تاني في مجال الكيمياء انت عايز تعرفه؟ مثلا في مجال التحاليل الطبيه، تمام، في مجال شركات الادويه طبعا الكيميائي بيكون متميز فيها جدا. او عامه الكيميائي بيخش اي موقع، في اي موقع سواء كان مع المهندسين او في المعمل بيبقى انسان متميز جدا. ايه تاني في التحليل؟ ايه تاني؟ او ممكن الكيميائي، انا ما اعرفش اخر حاجه ايه في موضوع الطب الشرعي، فممكن الكيميائي يشتغل في مجال الطب الشرعي. ممكن الكيميائي يشتغل في يشتغل فيه طبعا في سلاح الحرب الكيماويه والبيولوجيه، طبعا هو سلاح الحرب الكيماويه تبع القوات المسلحه. ممكن الكيميائي يشتغل في جهاز في وزاره الداخليه، تمام. ايه تاني؟ ممكن الكيميائي يشتغل في حاجات كتير، ممكن يشتغل الكيميائي يشتغل في السكر، ممكن الكيمياء يشتغل في الغزل والنسيج، ممكن يشتغل في الاصباغ بمختلف انواعها،
طيب ايه تاني؟ تمام، اهم حاجة اعرفها مع الوقت ايه اللي هيزيدني خبرة بعد كده. لا، هو الخبرة بعد كده بتزيدك من خلال الكورسات اللي انت بتاخدها. في الخبرة عامة عشان تزيد عندك لازم في حاجة اسمها، يعني لو هقسمها 3 مراحل: مرحلة مبدئية، مرحلة وسطية، مرحلة نهائية، او مرحلة مش من يعني ايه، لا نهائية. المرحلة المبدئية اللي هي كل مرحلة بتعتمد على المرحلة اللي قبليها، يعني انت عايز مرحلة مبدئية يبقى عندك انجليزي وسيفتي. تمام، اول ما بتخش اي شغلانة بتبدأ تاخد فيها الكورسات اللي بتخدمك فيها انت في مجال عملك، فبالتالي بتخش المرحلة الوسطية وبتبقى مرحلة كبيرة شوية. تمام، بعد كده بتفكر هل انا ممكن اعمل ماجستير او دكتوراه في هذا المجال، بتخش المرحلة اللانهائية بعد كده. تمام، طيب دبلوم تنكمل التحليل بعد التخرج ليها شروط معينه، وايه افضل الجامعات اللي بقدم فيها؟ كل الجامعات كويسه جدا، ما يعني جامعه اسكندريه، جامعه طنطا، كل الجامعات كلها بتقدم. لا كويس كويس، وليه دبلومه؟ تحاول تخش تاخد ماستر. ليه دبلومه؟ ما تاخد استاذ جهاد ماستر. فاهم ليه؟ ممكن تكون اتكلمت عن كليه العلوم جامعه الازهر، مالها؟ اكلم عليها من ناحيه ايه؟ كليه كويسه وجامعه عريقه. لو مجال وراثة هيكون، طب القسم ادخله لو بحب مجال وراثة؟ طبعا خش خش. ما love your page from كردستان، اهلا وسهلا بيك، you welcome. تمام، طيب يا جماعة طبعا اهم حاجة انك انت بالنسبة للاستاذ احمد على بالنسبة للناس اللي بتتكلم على الخبرات، في نقطة مهمة جدا 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 لازم اقولها لكم يا جماعة. لا يعني ازاي انا اعرض مهاراتي بشكل كويس جدا؟ لازم اخد كورس تسويق. تسويق يعني ايه؟ ان انا ماركتينج نفسه، ازاي انا اعرض الماركتينج بتاعي بشكل محترف. مش هنوصل من الاول بشكل محترف، خلينا نوصل الاول بشكل مبدئي. يعني ايه؟ انا مثلا راجل شاطر في الحتة دي، او انا مبدئيا مثلا شاطر في الحتة دي، ازاي اعمل تسويق لشخصيتي؟ ازاي اعمل تسويق لمهاراتي؟ ازاي اعمل تسويق لمثلا للخلفيه الثقافيه؟ لان ده كلهم مكملات داخل الشخصيه. يعني ايه مثلا؟ انا مثلا شاطر مثلا في الرياضه وانا كيميائي، ممكن مثلا ابقى في الفيلد اكتر شويه. ممكن مثلا انا بحب الساينس مثلا الكيمياء، بس انا بايدي مظبوطه شويه في التايتريشن او في الاناليتيكال. طيب انا عرفت منين الكلام ده؟ من خلال ان انا ابقى اكون صريح مع نفسي. يعني انا بحب حاجه معينه. تمام، لازم انا فاهم ان انا هبقى في الحته دي هبقى متميز، يبقى انا ازودها ومثلا وايه وفي نفس الوقت ادعمها كويس جدا. واي واعمل حاجه اسمها سوات اناليسز. يعني ايه سوات اناليسز؟ ان انا بعمل تحليل نقاط القوه والضعف. تحليل نقاط القوه انت زودتها، طيب وتحليل نقاط الضعف هتشوف انت ضعيف في ايه بالظبط، وتحاول انك انت تزوده، تحاول انك انت تحسنه من خلال تحويل نيجاتيف لبوزيتيف، اللي هي بالنسبه للسوات اناليسيس. وفي نفس الوقت هتعرف منين الكلام ده؟ انك انت تحاول تكون صريح مع نفسك، وتحاول تعرف انت بتحب ايه. طول ما انت عارف انت عايز ايه، وطول ما انت عارف انت بتحب ايه، هتوصل للي انت عايزه، هتحقق الخطوات اللي انت اللي هتفرض خطوات نجاحك، وانت اللي هتعرف انت عايز. ما حدش هيقول لك خد كورس كذا، ما حدش هيقول لك روح خد حاجه كذا معايا. لا، هقول له انا عارف انا بعمل ايه، وهوصل ازاي، وطريقي ماشي فين، وطريق نجاحي قال الرسم، وهوصل بالطريقه ديت. تمام، طيب هل مثلا قصدي ان ماكرو ممكن يبقى في فيما بعد فرص عمل ممكن يشتغل في قطاع الصلاه؟ طبعا تبقى فرصه كويسه، وممكن في مجال الاغذيه، ممكن في مجال الميه، ويشتغل في قطاع الصلاه، او ممكن يشتغل منه، او ممكن يشتغل في قطاع مسلحه. طب بالنسبة للكيمياء، لو طلب تأسس من مجال الحيوي ومختبرات طبية من قبل ما تخرج قسم الكيمياء، هل ممكن تزيد مهارات بالعمل؟ لازم يسجل بكورس تأهله؟ لا مش شرط، طالما انت اتدربت في معمل. انت ما تقوليش مثلا ايه، ما يجيش الاتش ار يقول لك ايه، انا عايز مثلا حد واحد، احنا في 2020، انا عايز واحد 2020 ويكون سنة خبرة. ازاي هجيب انا خبرة السنة دي منين؟ يعني فاهم؟ لكن انا لما اتحط في مكان فاهم يعني ايه معمل، وفاهم يعني ايه الافكتس بتاعت المعمل نفسها، اخلاقيات المعمل نفسها. تمام، لكن انا مثلا ما بقاش انا خريج 19 خريج مثلا وتقول لي انا عندي، انا عايز سنه خبره، انا عايز سنتين خبره، لا ما ينفعش طبعا. لكن انت بتوفر، لكن انت لما تتدرب في معامل
وتعرف يعني ايه لاب ايثكس ولاب هازاردز ولاب سيفتي، يبقى انا كده قدرت اعرف اخلاقي، يعني قدرت كده حطيت نفسي على الطريق الصح. تمام. السلام عليكم متابعينا من السودان، اهلا وسهلا بيك. هل فرص العمل توقف على الجامعه اللي انا خريج منها؟ يعني ايه فرص العمل توقف على الجامعه اللي انا خريج منها؟ كلنا بنتخرج من الجامعه، كلنا بادئين سباق، كل واحد حسب مهارات فرديه. الواسطه والكوسه كل حاجه بتعمل حاجه، بس انا برضك برجع لمهاراتي الفرديه، برجع على فكره المهارات الفرديه ده مش اساسي. ممكن واحد تجيله فرصه ان هو ياخد كورس، ممكن واحد تاني ما تجيلوش نفس الفرصه، فهي مش شرط. فكل الناس بتتخرج من الجامعه لازم تبقى انت تعرف انت عايز ايه، وتشوف هل يتناسب معاك ولا لا. انا كفرش ازاي اقدر احدد المجال اللي انا امشي فيه بعد كده؟ طيب اسال نفسك في الكليه، هو انت كنت بتحب ايه يا استاذ وفيق؟ انت كنت بتحب ايه؟ انت اصلا خريج ايه؟ يعني يعني خريج قسم ايه؟ هل انت خريج قسم كيمياء؟ هل انت خريج قسم بيولوجي؟ تمام؟ يعني مثلا انا قصدي كمايكرو يبقى في يعني مثلا لو انت خريج مايكرو بيولوجي مثلا، يبقى انت ممكن تحاول، ان خد بالك المايكرو بيولوجي عامة بتبقى الهزار ساعتها كتير شوية وتقيلة، فانت حاول تاخد كورس السيفتي اساسا، وتحاول في كمان اللي هو المركز القومي للسلامة، الدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، موجود منه، خش على جوجل واكتب المركز دوت ان اي او اس اتش وعلى جوجل، وشوفه حسب المحافظه اللي هو ما انت فيه، وحاول تاخد فيه كورس، يبقى الكورس نفسه معتمد وفي نفس الوقت مش غالي يعني، وهتفرق معاك جامد، هتعرف انت ازاي ممكن المجال اللي انت تحدده بيبقى فيه يبقى فيه يبقى بيبقى ايه في القوات المسلحه. المايكروبيولوجيست بيبقى مايكروبيولوجي برضه، اصل المايكروبيولوجي ده تايتل، يعني ايه يعني مثلا كيمست ده تايتل، فبيبقى برضك مايكروبيولوجي، يعني ايه يعني هو متخصص مايكروبيولوجي. اقصد بنقطه الجامعه اللي انا خريج منها، المحتوى اللي بناخده في الجامعه بتديه بشكل افضل ولا كله سواء؟ لا يعني هو كله كل الجامعات كلها كويسه، لان اصبح كل الجامعات كلها بتحب بتطور نفسها، مثلا عن 15 سنه فاتوا، فكل الجامعات كلها زي بعضها، ما يعني فاهم، يعني جامعه اسكندريه متميزه، جامعه طنطا برضك متميزه، ما يعني كل الجامعات كلها كويسه، المشكله كلها عندك انت كخريج، انت هتعمل ايه؟ بس هي دي الفكره. طب شو المهارات اللي لازم اكسبها لتحصل على فرص عمل بشركات الادويه؟ تمام، سؤال جميل قوي. المهارات والخبرات اللي انت لازم عشان تحصلي على فرص عمل، بصي المهارات مع الشغل بتساوي خبرات. تمام، ايه اللي هي المهارات اللي انت بتاخديها عشان تشتغل في شركات الادويه؟ لازم تاخدي اول حاجه مراقبه الجوده وتوكيد الجوده، يعني مراقبه الجوده وتوكيد الجوده، وبعد كده فاهم مع كورس سيفتي وانجليش، هتبداي بعد كده من خلال ممارستك للعمل والتحاليل اللي انت بتعمليها تقدري بعد كده تعرفي انك انت تاخدي الخبره بشكل احسن. ادخل قسم ايه لو بحب الهندسه الوراثيه؟ لو بحب الهندسة الوراثية، يعني أنا بصراحة ما تطرقتش لهذا الموقف ده قبل كده، بس طب هي الهندسة الوراثية مثلا هي في هندسة إيه، يعني أنواعها إيه؟ طيب يعني مثلا أنا لو كتبت كلمة هندسة وراثية، تمام، إيه هي أنواع الهندسة، إيه يعني مكانها فين؟ يعني مثلا هندسة وراثية اللي هي الجينيتكس إنجينير، طيب هل ايه اقسامها؟ طيب ايه اقسامها؟ يعني مثلا هندسه وراثيه بتعمل على التعديل الوراثي مثلا، اللي هي في الدي ان ايه بتاع الانسان نفسه، طيب ايه هي اقسامها؟ لان ليها طبعا تطبيقات صناعيه، وليها في تطبيقات طبيه، وليها تطبيقات زراعيه. هل تقصد بالهندسه الوراثيه اللي هي خاصه بكليه الزراعه؟ هل تقصد مثلا بالهندسه الوراثيه الخاصه مثلا ب مثلا لو انت مثلا حاجه بالهندسه الوراثيه خاصه بكليه الزراعه، طبعا قسم جميل طبعا، وممكن كمان ليها تطبيقات طبيه كمان. ينفع ابدا تدريب بجوار الكليه؟ طبعا ينفع، ما ينفعش ليه؟ انت حاول شوف انت في انهي محافظه يا استاذ اسلام، وتحاول تشوف مثلا ايه الكورس اللي جنب البيت بالنسبه لك، اصل انت
عشان طالما انت بتشتغل، طالما انت في الكليه يعني مش مطالب انك انت تاخد كورس كبير يعني، فاهم يعني؟ يا جماعه انا مره وانا اول ما اتخرجت معايا رحت اقدم في شركه، فبيقول لي انا عايز كورس كذا كذا. قلت له ازاي؟ قال لي يعني، قلت له ازاي؟ قلت له انا لسه خريج جديد، والاتش ار كان يعني ايه يعني، يعني كان قوي شويه عليا يعني. فقلت له ازاي انا مثلا اخد كورس مثلا برقم معين، رقم كبير ساعتها، وانا لسه اصلا مش لسه متخرج وبقول بسم الله الرحمن الرحيم. فهو بص لي كده واقتنع يعني، هو السؤال استفزني بصراحه يعني. هو بص لي واقتنع. قلت له انا هتخرج يعني، انا لسه متخرج جديد، لما انا خدت كورسات معينه على قدي، تمام، على قد امكانياتي، على قد امكانياتي الماديه، مش عيب، على قد امكانياتي الماديه انا خدت كورس واحد اتنين تلاته، تمام. لما ده بيقول لك انديكيتور، او ده بيقول لك خد بالك ان انا لما اخش المجال في الكليه، او ما اخش مجال في الشغل، هطور نفسي بشكل مختلف، او هشوف اللي هي كل في بعض الشركات بتدي كلها مركز تدريب بيدربوا الكيميائيين او بيدربوا الموظفين بتوعها، فلازم انا هتدرب، لازم هطور نفسي، بس انا الاساس عندي موجود، تمام. فهو اقتنع بالكلام اللي انا قلته ويعني فاهم تمام، بس طبعا ما اشتغلتش معاه طبعا. طيب، هل خريج الكيمياء فرص عمل في مجال الادويه، وايه التخصص؟ البايو كيمستري، تمام، في مجال الادويه يبقى بايو كيمستري. هل ينفع اعمل دبلومه علوم قسم كيمياء وافتح صيدليه؟ لا، خريج علوم قسم كيمياء يفتح معمل تحاليل فقط بترخيص من ايه، من نقابه المهن العلميه. عشان تفتح صيدليه لازم يكون انت خريج كليه الصيدله، تمام. كانوا زمان من فتره كده، او ما اعرفش ما فتحوها، لا، كان خريج علوم قسم كيمياء يقدر يكمل صيدله، بس هتبقى انت مقتصر يا استاذ محمد على انك انت تشتغل في صيدليه او شركات الادويه، تمام. لكن لو انت رحت مثلا تشتغل في اي شركات تانية غير انك انت غير الادويه او الصيدليه مش هينفع. ليه؟ بيطلبوا علوم قسم كيمياء، ما بيطلبوش صيدله. طيب، وراثيه علوم، مراثه علوم، لا هو يعني هو تخصص حلو مش وحش، تمام، هو تخصص حلو مش وحش، بس وراثه علوم بيتكلم، حاول تعرف ايه هي الكورسات. بص، كل كورس بيحط الدكتور سواء كان مثلا كوردينيتور بتاع الماده، بيبقى عارف ايه اهداف الكورس نفسه، ايه اهدافه، فانت حاول تعرف ايه اهداف اللي، حاول تسال ايه اهداف الكورس نفسه، ايه يعني، اكتب كده اسماء الكورسات اللي انت هتاخدها، او انت مثلا عايز تخش وراثه في علوم، تمام، اكتب كده مثلا اسم الماده، يعني عندك مثلا بتاع حوالي 4 مواد، الاربع مواد دول هتفهم يعني ايه هي، اسال الدكتور طب ايه هي الهدف من الماده دي، هطلع منها ايه، هفهمها ازاي. لما تسال السؤال ده هيديك سؤال تاني يعني، يعني باي ديفولت، ايه هو السؤال التاني اللي هيجي لك، طب انا هستفيد منه ايه في الشغل، طب ايه مجالات الشغل بتاعتي اللي هتفتح معايا لما انا اعرف الكورس 1 2 3 4. لما كل تسال الدكتور كل ماده اللي هو اللي حاططها ايه هي الهدف ان الطالب ياخد الماده دي، هتفهم اول ماده وتاني ماده وتالت ماده ورابع الاربع مواد، يبقى انت كده فهمت التخصص بتاعك موديك فين. معلش سؤال بالنسبه لمعالجه الميه، ايه الحاجات اللي المفروض تكون موجوده عندي لو عايز اكون في المجال ده ان شاء الله باذن الله؟ معالجه الميه، طيب، برضك ارجع واقول لك انت لسه خريج جديد صح، عشان تخش معالجه الميه لازم تبقى انت عندك اساسيات اللي هي السيفتي، ولازم يكون عندك اساسيات الجوده ومراقبه الجوده. انت هل انت هل المجال اللي شغال فيه دلوقتي كنت محدده وانت في الكليه؟ لا لا، على فكره يا جماعه، ان انا احدد الشغل اللي انا عايز اشتغله ما بيحصلش الكلام ده، اللي انت بتحدده حاجه واللي انت بتخططه حاجه واللي بيقابلك حاجه تانية خالص. يعني انا اشتغلت حاجات كتير واشتغلت بتخصصي، بس هو انا اشتغلت تخصصي بس ما اشتغلتش في حاجه، انا في حاجه انا حددتها. لكن مع مرور الوقت، مع مرور الوقت لما اشتغلت في الحاجه اللي انا ربنا كرمني فيها وانا اشتغلت فيها، بدات افكر نفسي وابدا اراجع ترتيب اوراقي، واعرف بعد كده ان انا ازاي يعني فاهم اكبر في هذا المجال. يعني في فرق، ان على فكره يا جماعه، على فكره اي واحد بيشتغل كيميائي في اي تخصص، التخصص بيتصبغ عليه، بيبقى عليه، هو شخصيته بتتصبغ بهذه الصبغه، تمام. يعني مثلا واحد اشتغل في مجال معالجه المياه، هتلاقيه مجال مهتم بالميه ومعالجه الميه وتحليه الميه والار او
ومحطات المعالجه، وممكن يبص على الفلاتر بتاعت البيت وتلاقيه هو مسؤول عن تغيير فلاتر البيت يعني. فهو مجال الاصباغ، تلاقي مثلا واحد مهتم جدا بمجال الاصباغ، هتلاقي مهتم جدا بنوع القماش والصبغه، ويقول لك القماش دي حلوه الصبغه دي مش حلوه. فلا فانا كاشتغل في شغل انا بحدده صعب. في فرق بين التخطيط وفي فرق بين الواقع، ولازم ادرس الواقع كويس جدا حواليا، والواقع ده حواليا، والواقع كمان الانفايرمنت البيئه بتاعتي انا نفسها. ممكن انا اكون عايز اشتغل في مجال معين وظروفي ما تسمحش، يعني مثلا ممكن ظروفي الشخصيه، ممكن نفسيا ما اسمحش، ممكن مثلا ماديا مش هقدر، ممكن مثلا اخد كورس في مجال معين عشان اشتغل في الشغلانه ديت ما اقدرش ادفع فلوس الكورس دوت. ودي حصلت مع زمايلي كتير، كانوا هما ممكن يشتغلوا في مجال معين ومجال كويس بالنسبه لهم، جم ياخدوا الكورس دوت هما عشان يبداوا فيه ما ظروفهم ما سمحتش. وده مش عيب برضه، كل قدر الله ما شاء فعل، وما تعرفش ربنا كاتب لك الخير فين. فرص العمل بيشتغل في المايكرو، عارف ان هو بيعمل سيرش على البكتيريا وكده، تمام. فرص العمل بيشتغل، لا وكمان مش سيرش على البكتيريا، ده كمان البكتيريا بس مش البكتيريا، ده بيعمل سيرش على البكتيريا وازاي، والاتيتيود بتاعها، وازاي يحاربها، او يعني فاهم الديسانفكتد بتاعها كمان ازاي، والبكتيريا دي كمان ازاي، ايه نوع الكالتشر بتاعها، يعني بتتغذى على ايه. ما هو انت عرفت بتتغذى على ايه، عرفت دلوقتي ازاي تعمل لها ديسانفكتد بتاعها، تمام. ايه تاني، ايه تاني، ايه تاني، طيب خلينا بس نعرف نتكلم في موضوع حته التسويق يا جماعه. المشكله كلها كمان في الخريج بتاع كليه العلوم، ان هو ازاي يعمل ماركتينج لنفسه. اعمل ماركتينج لحاجه انا لازم اكون عارفها كويس، زي مثلا انت نفسك اعمل نفسك، يعني الكيميائي لما يكون بيتخرج هو عباره عن شركه، البرودكت بتاعه مهاراته، يبقى لازم كشركه عشان بتعرض البرودكت بتاعها، يبقى لازم انا الشركه عارفه ايه هي البرودكت بتاعها، لازم الكيميائي يبقى عارف ايه هو بيحب ايه وبيكره ايه، هو ايه هي مهاراته، ايه هو شخصيته، لازم يبقى انا فاهم انا رايح فين وجاي منين، عشان اقدر اعمل تسويق ماركتينج لشخصيتي، اعمل ماركتينج لمهاراتي، حتى لو انا لسه ما خدتش كورسات، يبقى على الاقل انا عارف انا رايح فين وجاي منين، ما بقاش ان انا هي ماشي والحياه عماله تخبط فيا. لا، طول ما انت بتحب، حطيت نفسك في حاجه انت بتحبها وحاسس انك انت هتكبر فيها هتوصل. ايه رأي حضرتك في شركات الاسمده؟ بص بقى، شركات الاسمده حلوه ويشتغل فيها الكيميائي وفرصتها كويسه جدا، بس على فكره اكبر نوع مخاطر بيتقابلك اللي هو الغاز النشادر، بيبقى يحصل له مع مرور الوقت، مع اول سنه واثنين وثلاثه واربعه وخمس سنين صدرك، او اللي بيحصل له تشبع مثلا بغاز النشادر، فلازم تقعد فتره كبيره كل فتره ان تحاول تبعد عن الشركه، او الشركه بتصرف لك بدل مخاطر. فعشان كده انا بقول لك لازم ادرس سيفتي كويس جدا، واخد كورس سيفتي معايا ازاي اتغلب على هذا الموقف. وعلى فكره السيفتي كمان يا جماعه مش مهمته، او مش مهمته ان هو يعلمك ازاي تفادي المخاطر، لا، ده كمان ازاي يعرفك تاخد حقك ازاي من الشركه، ان اي كيميائي معروف في حاجه اسمها بدل مخاطر، بغض النظر ان هو كبير او صغير، انا ماليش دعوه، دي بتختلف من شركه لشركه. لازم انا اعرف ازاي اخد حاجه اسمها بدل مخاطر، طالما انت بتتعامل مع مواد كيماويه، طالما انت بتتعامل مع مخاطر، لازم انا اخد بدل مخاطر. بدل المخاطر ده بغض النظر كبير ولا صغير، بدل المخاطر ده حقك انت تعرفه، ان من خلال ان الكورس دوت، تمام، والكورس ده زي ما هو انت بتقيم المخاطر نفسه، فانت بتقيم هذا البدل، فبتقيم الاثر عليك نفسك انت نفسه، الاثر الماده او اثر المخاطر دي عليك انت شخصيا. بالنسبه للتقديم في الجيش بعد الكليه ظروفه ايه؟ ظروفه بقى ضباط متخصصين، وهل الجيش هل طالبين تخصصك ولا لا؟ بس هي دي الفكره كلها، تمام. ايه تاني؟ طيب يا استاذه ايمان، ممكن بعد اذنك تكلم مشروع التخرج كلية مثلا، ايه الخطوات اللي ممكن اعمل بيها عشان اوصل لنتيجه كويسه؟ طيب ما هو ايه نوع المشروع، إيه المشروع اللي انت عاملاه دوت، بيتكلم عن ايه مثلا؟ هل مثلا يا استاذه اسراء انت عايزه عن مشروع التخرج للعلوم، انت عامله مشروع التخرج بتاعك في ايه مثلا؟ مثلا عن مشروع تحقيق مثلا في الاسباغ، يبقى انت لازم تقدم عن الصبغه وشكل القماشه اللي بيقبلها، هل مثلا ونوع القماش ومعالجه القماش قبل الصبغه،
واحنا النهارده في دكاتره كيميائيين النهارده شغالين تبع شركه نايك وفي امريكا معايا، عملوا اللي هي الاصباغ اللي هي مش الاصباغ بقى، عملوا اللي هي القماش اللي هو ما بتوسخش. فاهم؟ فدي ممكن تاخديها كنقطه حلوه جدا وتبداي منها كمشروع تخرج. طيب ايه، هل بنات علوم يا استاذه ايمان، هل ليهم شغل في شركات البترول؟ ولو عايز ادخل تصنيع ادويه محتاج ايه بالظبط؟ كيمياء سبيشال بنات علوم. طيب هو الفتره الاخيره ممكن تشتغلي، فعلا في بنات علوم بيشتغلوا في شركات البترول، وخاصه في حاجه اسمها المود انجينير اللي هو شركات الحفر، اللي هو سائل الحفر المسؤول عن الحفر البترول، اللي هو الحفار اللي بيحفر في البترول. بس شغلانه مرهقه جدا ومتعبه جدا، تمام؟ وسوق البترول دلوقتي طبعا مع الكورونا الدنيا مريحه خالص، وكان من فتره قبل الغلق كان وصل برميل البترول بالماينس، وبعد كده ما زادش كتير. طب لو عايز ادخل تصنيع ادويه، هل محتاجه ايه بالظبط؟ الكيمياء سبيشال محتاجه كورسات كيو اي كيو سي اللي هو كواليتي كنترول كواليتي اشورنس والسيفتي. السيفتي مهم جدا لانك انت بتتعاملي مع مخاطر برضك في البايو كيمستري. طب يا دكتور، هو لازم الكورسات دي يعني عشان يعني ما اشتغلتش بالجامعة؟ بس لو لازم ايه يعني، اللي هو ايه، انا مش فاهم استاذ زياد برضك يا دكتور، هو لازم الكورسات دي يعني؟ لازم الكورسات، لان الكورسات دي هتخليك تغير من وجهة نظرك ويبقى عندك وعي كمان. الوعي يا جماعة مهم جدا، لازم انا ابقى واعي. مش كده الكورس بغض النظر ان هو رخيص او غالي او كتير او قليل المدة بتاعته، بس بيصنع من جواك وعي، وتبقى انت واعي للمخاطر اللي انت هتقابلك بعد كده. طيب يعني ما اشتغلش بالجامعه بس، ولا لازم ايه انواع الكورسات اللي اخدها عشان ابقى في مجال صناعه الادويه؟ عشان تبقى تشتغل في مجال صناعه الادويه برضك ارجع واقول لك تاخد كورسات. على فكره الكورسات دي مش لازم تاخد كورس كبير وغالي، يعني انت ممكن تقرا. لو انت الظروف مثلا، ساعات انا كان ليا زمايلي مش قادرين مثلا ياخدوا كورسات، بيخش على مواقع ويقعد يقرا ايه الفرق الكيو اي كيو سي، واول ما بتجي له الفرصه ان هو بعد ما يشتغل بياخد الكورس نفسه، تمام، بياخد الشهاده، بس هو بيبان عليه كمان في الايه، في لما يجي يقعد مع الاتش ار ويجي يمتحنه ويقول له مثلا ده انا قريت كمان في الكيو اي كيو سي، تمام، او قريت في الجوده وتوكيل الجوده، وقريت كمان في السيفتي وخدت الكورس او قريت كمان في السيفتي والمخاطر اللي انا ممكن اقابلها، تمام. يعني ممكن ان انت فرصك كويسه جدا وعاليه انك انت تبدا تشتغل في شركات الادويه. طيب في توقيت الوقت الحالي، هل في معادلات معينه للكليه الثانيه اقدر اعملها بعد الكليه؟ لا، يعني انت دخلت كليه العلوم خلاص. انا بقول ان في بعض الجامعات كانت فاتحه ان بعد كليه العلوم قسم الكيمياء بيجي من سنه تانية او وبعد كمان تقدير معين بيبدا يخش كليه صيدله. دي كانوا فاتحينها من فتره ومعرفش فتحوها قفلوها، وبعدين فتحوها قفلوها تاني. لكن بعد الكليه تاني لا، انا بفضل انك انت تاخد. وبعدين يا جماعه كمان، انتوا نسيتوا اهم حاجه كمان، اللي هي السوفت سكيلز، اللي هي يعني لازم انت تعرف تتعامل مع الناس، وازاي تتعامل مع المعمل، انك كده يبقى عندك فنيين وعندك عمال معمل، انك انت كمان تبقى تدور الكلام ده كله وتدور المنظومه دي كلها. وحاول كمان انك انت لو هتشتغل في مجال فيه فيلد فيه هندسه، انك انت تاخد كورسات تقرا الحاجات الهندسيه بتاعتها الخاصه بالشغلانه بتاعتك او الخاصه بالفيلد بتاعك. ايه تاني؟ طيب هل في معادلات معينه للكليه تانية اقدر اعملها بعد الكليه؟ على حسب. لا، احنا جاوبنا على السؤال دوت. طب يعني ممكن اعمل ايه؟ طيب يعني مكان عمله بيبقى فين؟ في المايكروبيولوجي جوه المعمل، معمل البكتيريولوجي، تمام. سؤالي بتاع الدبلومه الخاصه بالكيمياء، هي حضرتك قلت ان احنا ماستر، طب في ليه الدبلومه؟ لكن سؤالي انا لا، هو انا بقول ايه، الدبلومه بتبقى اصغر من الماستر. الدبلومه بتبقى سنه او اتنين او سنه سنه، الماستر بيبقى اكتر. انت لو يعني يا استاذ جهاد، لو انت عندك يعني قدره انك انت تاخد بالماستر شهاده اكبر، والماستر ممكن بعد فتره معينه تاخد الدكتوراه. ده وليه لا، وليه لا، تمام. يعني الدبلومه سنه، الماستر مثلا سنتين، طالما ما فيش شغل جه معاك وانت ممكن تكمل تاخد الماستر بدل ما الدبلومه. طب وليه لا؟ في شغلي بعد التخرج، هل في عشان اعمل دبلومه كيمياء محتاج تقدير معين او ايه الشروط؟ الشروط بتختلف من جامعه لجامعه، ما يعني ملهاش شروط معينه،
ممكن مثلا يعني، بس مش اقل من جيد تقريبا يعني. بس هي في شروط معينه بقول لك، في مثلا في الماستر لازم تكون معاك انجليزي مثلا، انجلش، ويكون فيها سكور معين. فدي فرصه كويسه انك انت تاهل نفسك في الانجليزي، ليه لا؟ يعني ليه ما تحطش نفسك في حاجه يعني، في شهاده اعلى؟ طالما الماستر اعلى من الدبلومه تمام، يبقى انا ممكن اخش اخد الماستر، لانك انت هتخش داخل حاجتين اتنين، الماستر هيأهلك بعد كده للدكتوراه، تاني حاجة طالما انت ما اشتغلتش، طب انت ممكن تاخد الماستر وهيخليك انت يطلب منك، هيفرض عليك ان هو ياخد، لازم يطلب منك شهادة الايلتس او الانجليش، يكون فيها سكور بس مش كبير يعني. اي شروط تانية بتختلف من جامعة لجامعة. طيب قسم النبات خاص بمجالاته ايه لو في شغل مجال صناعة الادوية؟ قسم النبات طبعا في كلية العلوم خاص بالمستقبل يعني، هو انا ما تعرضتش ليه قوي يعني، بس انا اعتقد ان قسم النبات دوت بيدرس حاجات ليها طبعا، ليها تطبيقات طبيه وليها تطبيقات عمليه. في نباتات بتستخدم في معالجه الميه، في نباتات بتستخدم في المستخلص بتاعها بيستخدم في صناعات الادويه تمام، بيخش في صناعه الادويه. فهل طب قسم خاص بمجالاته وليه شغل في مجال صناعه الادويه ولا لا؟ هو بصراحه يعني هو ليه شغل، ممكن يبقى ليه شغل قسم النبات، بس يعني بصراحه ما يعني ما عداش عليا الموضوع ده كتير قوي يعني، ان قسم نبات ممكن يعني مجالات شغل كتير قوي. ايه الامتحانات الشركات بتعملها بقى بتكون معتمده على ايه؟ الامتحانات بتكون معتمده على انت يعني مدى استيعابك لل، هو كل الشركات بتعمل الامتحانات معايا يعني، هو في الاخر وفي الاول وفي الاخر اللي هيشتغل هيشتغل، ومش هيشتغل مش هيشتغل، هي الواسطه بس، انت كل او في الاخر انت بتعمل اللي عليك. فيعني الشركه لما بتيجي تعمل الامتحانات، انت بتكون مثلا بتبقى عارف ان في مواقع تانية معايا، عارف الامتحانات دي مثلا بتبقى فيها ايه، مثلا شركه المايه مثلا عامله امتحانات، شركه بترول مثلا عاملين امتحانات مثلا في الهندسه البترول. فانت مثلا ككيميائي فاهم مثلا انك انت هتدرس البي دي اف دوت، الاسئله دي هتطلعها من جروبات والكلام ده كله على الفيسبوك وعلى الواتس، وبتاخدها وتقعد تقراها، وفي الاخر بتقعد تحل المسائل وتتدرب عليها وبتاخد وقتك، وبعد كده بتخش الامتحان هتحل، هتلاقي في حاجات منها كتير بتيجي. لكن الامتحانات اللي الشركات دي بتعملها هي بتقيس مدى تقييمك او مدى استيعابك للفيلد نفسه، مدى استيعابك للفيلد، هل انت مثلا فاهم انت داخل فين، هل انت عارف انت داخل تشتغل فين. عشان كده دايما انا يعني لما تاخد كورس معين وتبقى فاهم انت داخل فين، تبقى تختلف شويه لما، غير مثلا في كورسات انت ما خدتهاش. ايه اسماء الكورسات الاساسيه لازم اخدها بشكل عام تاهل؟ بشكل عام تاهل اكتر من مجال طبعا يا استاذه اسراء، السيفت طبعا من المركز القومي لدراسات السلامه والصحه المهنيه وتامين بيئه العمل، بتخش على جوجل وتكتب الاسم دوت وتشوفي اقرب في يعني مكانه فين في المحافظه بتاعتك، وده رقم واحد. رقم اتنين تكون الايلتس مهم جدا طبعا، دول اتنين دول اساسيين هيأهلوكي انك انت لو اشتغلتي في اي شركه تمام، ان شاء الله باذن الله هتبقى فرصك كويسه جدا. لو انت حابه تزودي شويه ممكن تاخدي كورس كواليتي كنترول، كواليتي انشورنس بشكل عام، ما تعمقيش فيه قوي. طب استاذ كريم، طب يا دكتور انا دلوقتي ككيميائي المفروض ايه الخطوه اللي انا اعملها بعد التخرج، على طول ادخل في مجال ايه مثلا، المفروض اتعامل ازاي مع فتره بعد التخرج؟ طيب انت يا كريم، يا استاذ كريم انت متخرج بقالك قد ايه؟ طيب انت لسه متخرج، هنقول انت خدت انت برضك، ارجع واقول تاني، انت لازم عشان تشتغل في نفس المجال او تشتغل في مجال انت هيتفرض عليك، لازم تبقى انت عندك الوعي والرؤيه بتاعت السيفتي. يا جماعه السيفتي مهم جدا بالنسبه للكيميائي، السيفتي ده هو ده روح الكيميائي، هو روح وروح يعني، ايه روح الكيميائي يعني السيفتي اصلا مهم جدا، لانك انت بتتعرض للاسمنت فيها كميه مخاطر عاليه جدا، اسود الكربون الكيميائي فيها بيتعرض فيها لمخاطر عاليه جدا، انت ممكن بعد كده فتره معينه من كتر المخاطر وانت مش واعي لها وانت مش فاهمها، وممكن ممكن صحتك تتعب، ولو تعبت ممكن يطلعوك كوميسيون طبي وبعد كده ما تشتغلش في اي مكان تاني. حافظ على نفسك وحافظ على الاجهزه اللي معاك وحافظ على معملك. فبرضك ارجع اقول تاني نقطه مهمه جدا، السيفتي، مش قادر تاخد كورس، مش لازم اوشا، مش لازم نيبوش، ممكن في كورسات تبع وزاره القوى العامله،
ايه الكورسات اللي اقدر اخدها مع الجامعه، وايه هي الكورسات، هل في هل الجامعه بتدي كورسات؟ اعتقد الجامعات بتدي كورسات، لو كليه العلوم مثلا هتبقى حاجه انجليش، او مثلا او ورك شوب صغير، تمام. لكن ما اعتقدش ان الكورسات بتبقى بتاخدها عن طريق مراكز متخصصه في هذا الكورس. عرفنا عن مجالات شغل الكيمياء سبيشال، وخصوصا للبنات او همها. هو الكيمياء سبيشال بالنسبه للبنات بيبقى اعتقد اكتر مثلا ممكن في الـ على حسب مثلا على حق يبقى محل التحاليل الطبيه، تمام. هما بيحبوا اول بنات يشتغلوا في التحاليل الطبيه، ممكن مثلا بيحبوا يشتغلوا اكتر مثلا في معامل الميه، في معامل مثلا الحاجه اللي فيها مثلا ايه فيها حاجه مرضك اللي هو متبقيات المبيدات، تمام، تحليل متبقيات المبيدات الزراعيه. ممكن مثلا جوده الاغذيه، تحليل الاغذيه، ممكن مثلا حاجات مثلا يعني حاجات تبقى شغلها فيها فكر، وممكن تعمل فيها ماجستير ودكتوراه. لو انا بتدرب في شركه ما هل بيكون ليها الاولويه بعد ما اتخرج ان اشتغل عندهم على طول؟ كان الاول على حسب القوانين بتاعت كل شركه نفسها. يعني مثلا في شركات بتقول لك ايه، انا هديك الاولويه انك انت اتدربت عندي، في واحد تاني يجي يعني بيسموه كده الباراشوت كده، يجي لك من مره معاه واسطه، ما اشتغلش خالص، ما اتدربش خالص، يخش يشتغل، تمام. بس يعني هي كلها ارزاق بتاعت ربنا يا استاذ اسلام. فهو الفكره كلها، لو انت والصح انك انت المفروض طالما انت اتدربت في شركه يبقى انت ليك الاولويه انك انت ابن الشركه تشتغل فيها، ويتعمل لك عقد سنوي، عقد تدريب يبقى مثلا عقد سنوي، تمام، وبتبدا بعد كده تتغير الكادر بتاعك. لكن مثلا غير كده لا، ما ساعات بتحصل كتير يعني. طيب اهم حاجه كمان يا جماعه، ان انا لازم اعمل مهمه جدا جدا، نقطه مهمه قوي عايز اقول لكم عليها، انك انت تعمل اكاونت على لينكد ان. السوشيال ميديا في الفتره الاخيره بتعرض حاجات كتير قوي، وبتعرض كل الكومنتات بتاعتنا واتجاهاتنا، وبنشترك فيها مع بعض في الكومنتات واللايكات والكلام ده كله. الفكره كلها ان كل السوشيال ميديا ليه بلوجرز او بلاتفورمز مختلفه كتير، زي لينكد ان، الفيسبوك، الانستجرام، فاهم، ليها حاجات كتير قوي. بس طبعا الفيسبوك يعني فاهم ممكن ليك صحابك بنهزر مع بعض، نفس القصه بالنسبه للانستجرام. لكن لينكد ان بتقدر تعرض البروفايل بتاعك اللي هو الكارير لايف ستايل بتاعك بشكل حلو قوي. ازاي؟ لما اخش شركه عندك بتعمل سيرش مثلا على كيميائي، ومثلا وليه اكونت على لينكد ان. انا مش بقول كل ما بتعمل لايك لاي مثلا وظيفه، كل ما بتقدم في وظيفه، كل مثلا بتعمل لايك مثلا لحد من الناس اللي هم البلوجرز الكبار اللي على لينكد ان، تمام، بتزيد من فرصك انك انت بتظهر اكتر في السيرش بتاعك على لينكد ان. وفي نفس الوقت انت ممكن حته السي في دوت برضك يعني محيره ناس كتير قوي، لينكد ان وفرت لك القصه دي وحلتها لك، انك انت ممكن تعمل اكستراكتد للسي في بتاعك من لينكد ان من خلال ابلكيشن بسيط جدا، انك انت بتخش على البروفايل بتاعك وتطلع السي في بتاعك وتعمله سيف اس بي دي اف، تمام، وتنزله السي في بتاعك على كبي دي اف. بس انت لينكد ان بتاعك او الاكونت بتاعك ظبطه كويس جدا، ظبطه بشكل صح، حاول تذاكره، حاول توضحه، حاول تفرده، حاول انك انت تعمله، انه طول هو انت ظبطت الاكونت بتاعك هيسمع معاك كمان في لينكد ان، هيسمع معاك كمان في السي في بتاعك. وانا على لينكد ان ان الاكونت بتاعي اسمي دكتور احمد الزهاوي MBA، تمام، وان شاء الله باذن الله فهبقى اشير لكم اللينك بتاع ايه بتاع لينكد ان. ايه تاني؟ مين بيعمل سيرش عن كوفيد؟ عن كوفيد ار وال ار انا كوفيد، تمام، اخوكم من الجزائر، اهلا وسهلا بالجزائر، بحب برشا الجزائر كتير. كورس سيفت هل متاح اونلاين وازاي احصل عليه؟ كورس السيفت اونلاين ما اعتقدش يبقى فيه اونلاين، هل ممكن بيراعوا فيه الاجراءات الاحترازيه دي؟ بتختلف على حسب من مركز لمركز. طب حاول تخش عليهم وتتواصل معاهم وتشوف يعني هل في اونلاين ولا لا، بس ما اعتقدش ان في اونلاين، لان في حاجات ممكن بتشتغلها عملي، اعتقد يعني اعتقد ان في حاجات مثلا ممكن لازم تشوفها، لازم يعني كان في كورس السيفتي كانوا جايبين مثلا طفايات الحريق، ازاي انت تستخدمها، ازاي انت تعرف اذا كانت الطفايه شغاله معاك ولا لا،
ازاي انت تحارب تعمل يعني فايتنج الحريق نفسه، انك انت من ازاي تتعامل مع ازاي تتعامل مع المواد الكيماويه كلها، ايه هي انواع المواد الكيماويه الخطره جدا مثلا، ازاي تشتغل ازاي تتعامل معاها، ايه هي البطاقه التعريفيه اللي هي الماتيريال سيفتي داتا شيت. لا، فعلى حسب على حسب المركز نفسه. مين يعني انا مش فاهم السؤال برضك، مين اللي بيعمل سيرش عن كوفيد ولا انا مين بيعمل سيرش عن الكوفيد وار ان ايه؟ يعني ايه مين بيعمل سيرش على الكوفيد والار ان ايه؟ كورس السيفتي اقدر ادرسه اثناء الدراسه الجامعيه؟ اه ممكن، ممكن بس يفضل، اه ممكن بس حاول تروح المركز كده وبتاع قوم السلامه والسلامه وتشوف كده في تبع وزاره القوى العامله هيقولوا لك ايه. تمام، مين اللي بيعمل سيرش عن الكوفيد والار ان ايه؟ كل الناس المهتمين بالكوفيد والار ان ايه، يعني ما اعتقدش ان يعني اي حد ليه شغله ودراساته في الماستر او الديجري او البي اتش دي عن الكوفيد 19 مثلا. ما اكيد كلنا النهارده طلعت يعني بيبر سيرش كتير قوي على موضوع الكوفيد واتجاهاته وازاي ان هو بيتنقل العدوى وازاي انت تعمل اجراءات الاحترازيه بتاعتك بشكل كويس جدا. واصبح بقى الديسنفكتد دوت اللي هي الكحول 70% وفي مواد كتير قوي طلعت مطهره بقى، اصبح بقى بيزنس دلوقتي. فمين بيعمل سيرش عن الكوفيد والار ان ايه؟ الناس المهتمين بهذا الموضوع، الناس المهتمين بهذا الموضوع اللي شغالين في هذا المجال دوت، في مجال الامراض المناعه، في مجال محاربه الفيروس نفسه، هم المهتمين بهذا الموضوع. بس الفكره كلها ازاي انا اعمل وقايه وازاي اخد الاجراءات الاحترازيه بتاعتي. تمام. طيب طيب بص يا جماعه، وبالنسبه بردك للكيمياء سبيشال بالنسبه للبنات بردك، ممكن بردك مجال الجوده بردك حلو جدا بردك بالنسبه للبنات، هو بالنسبه للبنات والشباب طبعا، بس انا يعني انا لاحظت بعض الكيميائيين البنات بيتفضلوا ان هم يشتغلوا في مجال الجوده، ممكن يشتغلوا في مجال الجوده على الانسجه، الجوده على يعني. فهو البنات عامه في الكيميائيات يعني شغلهم بيبقى مش محدود، بس يعني بيبقى يعني اغلبهم بيبقى قاعدين في المعمل، وساعات ممكن يعملوا ماستر وبي اتش دي في التخصص بتاعهم او في الفيلد بتاعهم. مين اللي بيعمل يعني في كلية العلوم، مين اللي بيعمل سيرش في كلية العلوم؟ ممكن هل هو مثلا لو انت متخصص في الميكروبيولوجي، هل انت مثلا بتعمل سيرش عن الكوفيد والار ان ايه؟ يعني انت مثلا لو انت تخصص، انا مثلا انا راجل كيميائي تمام، طيب انا بعمل سيرش على التخصص بتاعي، انا مثلا كليه العلوم قسم كيمياء بعمل سيرش على حاجات معينه خاصه بتخصصي في الكليه. طيب انت في كليه مثلا العلوم، انت مثلا تخصصك مايكروبيولوجي تمام، هل انت مثلا مهتم انك انت بالكوفيد 19 والفيروسات والبكتيريا وازاي الار ان ايه بيشتغل معاهم والدي ان ايه كمان بيشتغل معاهم؟ طيب حضرتك بتطلع لايف على طول؟ لا والله مش اول مره اطلع لايف. لا والله يا استاذ اسلام اول مره اطلع لايف، بس على طول على لينكد ان متواصل مع الناس كلها 24 ساعه. اهلا اهلا بيكم، اخباركم ايه؟ تمام. في برضك الكورسات اللي اقدر اخدها مع الجامعه، وايه هي الكورسات؟ طيب مع الجامعه ممكن برضك سيفتي وانجليش زي ما احنا قلنا تمام. ممكن تتدرب مثلا في معمل تدريب صغير كده في خلال ال3 شهور لو قدرت، لو قدرت تنظم وقتك، لو قدرت يا استاذ زياد لو قدرت تنظم وقتك في موضوع بحيث ما ياثرش على مذاكرتك، لان برضك الكليه تقيله مش سهله. طيب البايو كيمستري شغلها حلو كتير في خاصة في المجال الطب ومجال الأبحاث الطبية وشركات الأدوية، لا شغلها حلو كتير. بيكون في علوم، كل المهتمين علوم وطب وصيدلة، لأن بيكون في علوم إن هما من أساسياتهم إزاي يطور المصل بتاع اللي هو الأنتي كوفيد 19. وكلية الطب مهتمين جدا جدا بالأعراض اللي بتظهر على من خلال كوفيد 19، وكلية علوم وكلية الطب بيهتموا أكتر بالإنفكشن نفسه، وصيدلة مهتمة جدا طبعا لأن هي بيطلعوا المصل
او الميديسين بتاع المقاوم للكوفيد 19 اخده ازاي وفين. طب انت محافظتك فين يا زياد؟ ممتن جدا لوجودك معنا يا دكتور. وانا والله يا استاذ جهاد وكلكم بصراحه نورتوني، انا مبسوط جدا جدا ان انا طلعت معاكم لايف. ممكن لينك الاكونت على لينكد ان؟ حاضر، ممكن لينك الاكونت. ادي ادي يا جماعه اللينك بتاع الاكونت بتاعي اهو على لينكد ان. تمام، يا جماعة هو الفكرة كلها انك انت في خلال نهاية الفترة بتاعتك بتبقى، يعني انا في خلال دراستي، تمام، انا في خلال دراستي وفي خلال كل وفي خلال خبرتي، يعني 15 سنة خبرة، تمام، هو الفكرة كلها اكتر انك انت القراية. يعني انا ما بحفظش خلاص، بطلت احفظ، بس بقرا، بقعد اقرا كتير، وبعدين يعني ما بسكتش، لا لازم امشي ورا الحاجه واسال. انا كان في مثلا كان في ماده كانت ماده جديده بتستخدم في مقاومه الباثوجينكس بشكل كبير. الماده دي انا مش فاهم، كانت تصنيع هندي، اتصلت بالشركه الهنديه عن طريق لينكد ان او تقريبا عن طريق الايميل بتاعهم، وعايز اعرف هي بتشتغل ازاي. كانت في ماده برضك تاني بتستخدم في تعقيم مثلا العيادات والمستشفيات والكلام ده كله، وكان تعليقي معاهم ان الماده دي مثلا بتشتغل ب او بتخفف دايليوشن ب الديستل ووتر ولا الدرينك ووتر. كانت بتفرق كتير قوي معايا، ليه؟ عشان بتدي الفانكشن نفسها في التعقيم. فهو انا عايز اقول لك ان انا يعني الخبره بتديني ان انا ايه، بقعد اقرا 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 كتير البي دي اف واركز، وعلى طول يعني على طول بطلع القرايه. وعلى فكره الشخصية الكيميائي نفسه مش لازم يقرا في التخصص، ممكن تقرا حاجات بره التخصص بتقوم شخصيتك او مكمله كمان لشخصيتك. في كيميائي ممكن مثلا بيحب يقرا قصص مثلا نجيب محفوظ، ممكن يقرا قصص عن الماركتينج، قصدي كورسات عن الماركتينج، ممكن يقرا، ممكن مثلا ياخد كورسات عن السوفت سكيلز. لازم يعني ممكن مثلا ياخد كورسات زي مثلا يبقى متخصص في المعمل نفسه، يعني ازاي المعمل، يعني مثلا يبقى يعني مثلا الماتيريالز بتاعت المعمل نفسها. واشهر شركات كتير قوي جدا، بس مش عايز اعملها، يعني في شركات كتير قوي مشهوره في مصر ان هي متخصصه جدا في ان هي في توريد المعامل. لما انا اكون مثلا ابقى انا فاهم المعمل ده بيتعمل ازاي، الماتيريال بتاعته نفسها، يبقى انا مثلا لما اجي اشتغل اجي استلم المعمل او اجي اخد المعمل يبقى انا فاهم المعمل، مش مجرد انا كيميائي دخلت المعمل وخلاص. لا، طب ايه الاساسيات بتاعت المعمل بتبقى موجوده؟ لازم يكون المعمل فيه شفاطات، لازم يكون المعمل مثلا ليه الشفاطات، ليه؟ عشان في بعض الابخره بتطلع من نتيجه التفاعلات الكيميائيه، او ساعات الابخره بتطلع من ايه، يعني مثلا لو اي حد الكيميائي مش فاهم، مثلا في ابخره بتطلع مثلا من زي اتش سي ال، هل مثلا بعد التجارب في البيولوجي او الميكروبيولوجي او البكتيريولوجي بتشتغل مثلا جواه هود لها كابين، طب تتعقم ازاي؟ ممكن تتعقم عن طريق مثلا الالترا فايلوت. طيب هل محتاج مثلا غاز، هل محتاج مثلا ما اعرفش ايه، يبقى انا لازم انا فاهم كل التجارب بتاعتي كل في المعمل بشتغلها، بحيث لما اجي انا مثلا بعد كده لما اجي اشتغل في اي شركه تانية واقول لهم ده انا كنت مثلا من ضمن الناس المشرفين على اللجنه باستلام المعمل، لان انا عرفت ان عديت بقى خلاص المرحله بتاعت ان كل التجارب كلها انا خلاص فهمتها. ايه هي المرحله بعد كده؟ ان انا طب ليه انا ما طورش المعمل بتاعي، ليه انا ما افهمش المعمل ده بيشتغل ازاي من الاساس؟ تمام. طيب بعت لحضرتك طبعا عليك. تمام، حاضر، تمام. طيب هو لازم الايلتس، انا مستواي في الانجليزي كويس جدا، لازم الشهاده برضو ولا بيكتفوا باني بعرف اتكلم اللغه؟ حاضر استاذ كريم. طيب بص يا زياد، انت في القاهره خش على المركز القومي، على اكتب على جوجل كده المركز القومي للسلامه، المركز القومي لدراسات السلامه والصحه البيئيه وتامين بيئه العمل. خش على الاكونت بتاعهم، معاهم ليهم ويب سايت، خش عليه وشوف الرقم الموبايل بتاعهم وازاي تتواصل معاهم، هما مكانهم في القاهره. وحاول تاخد كورس، هل ينفع اكون طالب ولا لا، ولازم اكون خريج ولا لا، والكورس تكلفته كام، وهل هو اونلاين ولا هو مثلا ممكن احضر مع اتباع الاجراءات الاحترازيه، وربنا يسلم. وبعد ما تاخد الكورس في نوعين، في كورس بيزك اللي هو الاساسي، وفي كورس ادفانسد. خليك في البيزك، ما تاخدش ادفانسد. ليه؟ لانك انت اصلا انت بتفهم الاساسيات بتاعت السيفتي نفسها عامله ازاي.
صدقني والله، صدقني هتفرق معاك جامد جدا جدا جدا، سواء انت في الكليه او بعد ما تتخرج من الكليه، وهتبقى تجربه كويسه جدا ممكن تحكي فيها مع زمايلك الكيميائيين او مع زمايلك اللي هم في نفس السنه بتاعتك، وهتشجعهم ان هم كمان ياخدوا نفس الكورس ده كمان. ليه؟ لانك انت لما تروح تقدم في اي وظيفه بعد كده، الاتش ار بتاعك يقول لك انت ايه الكورسات اللي انت خدتها؟ اقول له خدت كورس سيفتي. طيب مثلا انا والله مثلا هتقول لي السلفوريك اسيد ليه تعامل بطريقه معينه، هتقول له مثلا ده انا بحط السلفوريك على الميه ولا بحط الميه على السلفوريك، تمام؟ تفرق معاك الحاجات دي، الحاجات دي ممكن مثلا في الكليه ما بنلحقش ان احنا نعرفها، او مثلا او ممكن مثلا ايه ان مثلا العملي بتاعك مثلا التجربه انت معاك الخطوات او السكيم فبتعملها، لكن التكنيكس والخبره والحاجات دي كلها بتعلمك ازاي بعد كده من خلال الكورسات، من خلال نقل الخبره من واحد قديم شويه معاك في الفيلد نفسه، تمام؟ فلا هتفرق معاك جامد جدا يا زياد، وهتبقى تجربه كويسه جدا جدا. ويا ريت تتواصل معايا على لينكد ان وتقول لي تحكي لي انت عملت ايه. هو الايلتس، بص هقول لك على حاجه يا استاذ كريم. انت انا دكتور كيميائي، هل انا مثلا طلعت مع نفسي وقلت انا دكتور كيميائي، ولا هي إيه الشهادات بتاعتي بتتكلم والخبره بتاعتي بتتكلم، صح؟ طيب اتفقنا، اللي انا عايز اقصده، اللي انا عايز اقوله ان الايلتس دي شهاده اكسباير 2 ييرز، واخدها بتاخدها من ايه؟ من البريتش كونسل او الاي دي بي او الجامعه الامريكيه. بتجي لك لجنه من كامبريدج، من القاهره، من انجلترا، بتمتحنك وتروح، والورقه بتاعتك او الامتحان بتاعك بيتصحح هناك كمان في انجلترا، وبيرجع تاني ايه يدوك، يبعتوا لك النتيجه. دي الشهاده دي بتقول لك انك انت راجل يعني كواليفاي في الانجليش، انت راجل بتتكلم انجليزي كويس بمستوى 5 او عند مستوى 4، تمام؟ على فكره الشهاده دي ليها سيريال نمبر، ما ينفعش ان انت تضربها، يعني حتى لو انت عملت لها انك انت وثقتها على لينكد ان هيطلب منك السيريال نمبر. لو اي شركه كلمت البريتش كونسل وبعتتها وخدت السيريال نمبر بتاعك وبعتتها البريتش كونسل، هيقولوا فعلا ان كريم خد الشهاده ديت. طيب انا كدكتور احمد خدت منك السيريال نمبر دوت وضربتها وشلت اسم كريم وحطيت اسم، حطيت اسمي انا، هتيجي يعمل ايه؟ هتيجي الشركه اللي هي بتعمل سيرش على الاكونت بتاعي، هياخدوا السيريال نمبر بتاع الشهاده وهيسالوا البريتش، كونسل، هو الدكتور احمد الزهاوي خد عندكم ايلتس؟ قال لهم لا، ده باسم كريم، بعد كده اصبحت فقدت المصداقيه بتاعتي، تمام؟ طيب اللي انا عايز اقوله لك ان الايلتس دوت معايا دي شهاده دوليه معايا، فيها نوعين اتنين، فيها الجنرال وفيها الاكاديميك. الاكاديميك ده عشان الماستر والايه والدكتوراه، لكن الجنرال بابليك سبيكينج. الفكره ان الايلتس اصلا مش شهاده، كمان بيديك لايف ستايل، ازاي انت تعمل، يعني ان هي فيها 4 سيكشنز، فيها رايتنج وليسننج وسبيكنج وريدنج، ازاي انت تعرض نفسك بشكل كويس وازاي تتكلم بشكل صح، تمام؟ من وجهه نظر ان البريتش كونسل او من وجهه نظر المعايير الانجليزيه، فدي هتبقى كويسه جدا وهتغير من شخصيتك في حاجات كتير قوي. طيب انا نورتني في الاسلام حضر، اول ما خلص اللايف هبعت حضرتك على طول قبل، تمام؟ ممتن جدا لوجودك معانا يا دكتور، والله انتوا كلكم منورين يا استاذ جهاد. تمام. طيب طيب ايه تاني واحد مثلا يقول لي هل في كورسات تانية معايا غير السيفتي انت بتتكلم فيها؟ اقول لك في، بس انا ما اقدرش، انا بتكلم مع طلبه، بتكلم مع خريجين، ما اقدرش اقول لك خد كورس مثلا ادفانسد متقدم، ما اقدرش اقول لك خد كورس مثلا كذا، ما اقدرش اقول لك خد كورس كذا، انا بديك الحته اللي هي تخدمك كلسه متخرج او هتتخرج قريب. ليه؟ خلينا ماشيين واحده واحده، خلينا ماشيين ستيب باي ستيب. ليه؟ لان انت لما تتخرج وتاخد كورس صغير ايلتس، تاخد كورس سيفتي، وبعد كده لما تشتغل، تمام، تعالى نرجع نتكلم مع بعض وتقول لي ده انا اشتغلت في مجال اكس، اي مجال، اي مجال اكس واي زد، انا خدت مجال اكس، المجال الاكس دوت انا اعتمدت عليه في دخوله على السيفتي وعلى الانجليش. طيب يفرق معاك في ايه؟ المجال الاكس اللي انت دخلته اعتمدت على السيفتي، احنا عارفين ليه السيفتي بتحافظ على نفسك،
بتحافظ بتقي نفسك من المخاطر المواد الكيماويه، بتحافظ على الاجهزه اللي موجوده عندك في المعمل، تمام، بيديك وزن شويه في المعمل، بيديك وزن انك انت راجل فاهم يعني ايه سيفتي وسلامه وصحه مهنيه وتامين بيئه العمل، وفي نفس الوقت بتاخد حقوقك اللي هي بدل المخاطر بغض النظر ان هي كبيره او صغيره. الانجليش نفسه بيعلمك ازاي تقرا الستاندر ميثود بتاعك في اي مجال الاكس اللي احنا كنا بنتكلم فيه. الستاندر ميثود مهم جدا، مهم جدا جدا جدا. الستاندر ميثود لو انت مش كويس في الانجليزي، تمام، مش قوي في الانجليزي، مش هتعرف تقرا الستاندر ميثود. طب والستاندر ميثود ده هيفيدني في ايه؟ كل مجال، كل مجال ليه كتاب معين بيبقى دايما موجود في المعمل. ايه هي التجارب؟ ايه انواع التجارب المختلفه؟ ايه هي التجارب الفيزيائيه؟ هي فيزيكال اكزامينيشن او فيزيكال اكسبيرمنتس، الكيميكال اكسبيرينس، تمام، او التيستس بتاعتها. طيب هل هي تبقى تجربه واحده بس ولا في كذا تجربه؟ الستاندر ميثود دايما مثلا لما بتيجي تعمل اكزامينيشن لاي حاجه معينه بيديك كذا تجربه بديله، لان ممكن تكون التجربه دي ما عندكش المواد الكيميائيه بتاعتها، ما عندكش الاجهزه ديت، ما مثلا ما عندكش مثلا البادج نفسه انك انت تشتري الحاجات دي، فبيقول لك انت عندك البديل الالترناتيف بتاعتها، تمام. فده بيخليك انك انت ايه تقعد تقرا، تقرا ايه، تقرا في المجال دوت، في المجال الاكس. يبقى انا كده اهلتك انك انت حطيتك على اول الطريق في المجال اكس، يبقى انت عندك سيفتي والانجليش ودخلت اشتغلت في مجال اكس، اي مجال ربنا كرمك واشتغلت في مجال اكس واي زد في المجال اكس، يبقى اصبحت بعد كده قريت ستاندر ميثود، حميت نفسك معايا، بعد كده تبدا بعد كده تمشي في الخبره او هتاخد بقى الخطوات بتاعتك لحد ما توصل وتكبر في المجال اللي انت فيه. تكبر ازاي؟ كل مرحله ليها ظروفها وليها كورساتها وليها اوانها. المرحله ديت بتفرض عليك انت من الشركه اللي انت اشتغلت فيها او الفيلد اللي انت نفسه الكورسات اللي انت تاخدها مع الاساسيات اللي انت خدتها. طيب تمام يا دكتور، الف شكر لحضرتك، جزاك الله كل خير، وغياكم استاذ كريم، وخليك متواصل معانا على لينكد ان. طيب طيب يا دكتور، هي ميزه الكيمياء الحيويه عن الخاصه والتطبيقيه اصليه بتاخد اول 20 على الدفعه بس؟ مش شرط، مش شرط اول 20 على الدفعه دي من وجهه نظر مين؟ الجامعه. طب ما ممكن اول 20 على الدفعه يطلع في واحد فيهم ما يشتغلش، فيعني فانت فاهم قصدي. حتى لو انت دخلت ما دخلتش فيها، تمام، في الكيمياء، خش في القسم اللي بعده، خش القسم اللي بعده، بس اهم حاجه يكون كيمياء. اصل ايه يعني ميزه الكيمياء الحقيقيه؟ هي البايو كيمستري عن السبيشال عن الابلايد كيمستري. تفرق في ايه؟ البايو كيمستري هيشتغل في ايه؟ في اللي كل حاجه فيها بايو كيمستري. طب والكيمياء سبيشال؟ طب والابلايد كيمستري هي نفس الفكره. يا جماعه انت كيميائي، انت بتكتب في النقابه عندك بيطلع لك كارنيه كيميائي، التخصص بقى كيميائي، مثلا كيمياء حيويه، كيمياء خاصه، كيمياء تطبيقيه. يعني تفهم يعني انت مثلا يا زياد، لو انت مثلا خدت التخصص كيمياء تطبيقيه مش هتشتغل خاصه؟ يعني انت كيمياء سبيشال مثلا مش هتفهم يعني ايه تطبيقات الكيمياء سبيشال؟ يعني انك انت بعد كده بتفهم كل تطبيقات الكيمياء من خلال الفيلد اللي انت بتشتغل فيه. البايو كيمستري هيطلع يشتغل ايه؟ في شركات الادويه، صح؟ طيب انا دخلت البايو كيمستري، فبعد كده عملت ايه؟ اشتغلت في شركات الادويه. طب ايه علاقته بالكيمياء التطبيقيه؟ طب ما هو طلع خد التخصص، دخل اشتغل في، طبق اللي هو خده، طبقه في الكليه، طبقه خده اشتغله في شركات الادويه. هي إيه الفكره كلها؟ مش في التخصص ولا في الاسم، الفكره كلها انت هتعمل ايه. اوعى تفتكر ان يعني انا مثلا أنا اشتغلت مثلا ايه، أنا رحت قدمت وكان عايزين حاجه اسمها كيمياء سبيشال. ما كانش في زمان حاجه اسمها كيمياء سبيشال، كان يعني بعض الجامعات كانت بتكتب كيمياء سبيشال او كيمياء بس، فكان بتعتبر كيمياء سبيشال. فيعني مش شرط يعني كيمياء سبيشال ده. طب انت انا ليا زمايلي كان احنا كنا حوالي 15 في الدفعه، يعني مش كيمياء سبيشال، 15 في الدفعه، في خمسه حولوا صيدله و10 تمام تانيين في اللي اشتغل في البترول، اتنين تلاته، والتلاته في تلاته خبطوا في حياتهم، وفي اللي هو دور وفكر واشتغل. اللي في الاول مش هقول لك مش كون ان انا بنصح الناس او طلع لايف معناها انا احسن منكم، لا بالعكس، ده انا بنصحكم وعايزكم تبقوا كويسين، وعايزكم ما تدخوش الدوخه اللي انا دخلتها في الاول والتعب والمجهود اللي انا شفته. ليه؟ لان يعني الفكره كلها ان طريق النجاح مش واضح في مصر عامه،
ومع كل واحد طريق نجاحه بتاعه مختلف، من يعني كريم غير زياد غير اسلام، مختلف من شخص لشخص. كريم لما يمشي على نفس الخطوه وينجح يبقى زياد ما يمشي عليه، لا لا، لازم تبقى انت عارف من جواك انت بتحب ايه. كريم ممكن يحب البايو كيمستري، زياد ممكن يحب اللايت كيمستري، تمام. كريم طلع ما اشتغلش، زياد طلع اشتغل، ده مش معناه ده مش عيب في المنظومه. انت ممكن تكون لسه في حاجه انت دورت او ما دورت عليها او ما اكتشفتهاش في نفسك. المشكله كلها مش في انك انت تدور في الكيمياء وانواع وتخصصاتها، المشكله كلها تدور في نفسك انت، في جواك انت. دور، ابحث عن نفسك، ابحث عن ذاتك، رتب دماغك، رتب افكارك، اعمل خطه، رتب اوراقك، دايما يبقى عندك بلان بي على طول، بلان بي وبلان سي. مش الخطه الاساسيه اللي انا بحطها هي اللي انا همشي عليها، الخطه اللي انت بتحطها حاجه والتطبيق على ارض الواقع حاجه تاني خالص. دي قصه ودي قصه، وموضوع مختلف تماما 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 عن التخصص نفسه. طيب ها على فكرة، يا كريم، المركز دوت اللي انا بقول لك عليه اللي موجود منه في كذا فرع، يعني مش في القاهرة بس، يعني في القاهرة واسكندرية والبحيرة واسماعيلية، يعني بصراحة يعني ليه في كذا يعني ليه في كذا يعني ليه يعني فرع في كل بلد. انا بتصل بس مثلا، يعني مثلا انا من محافظة دمياط، المركز بتاعكم فين بصراحة كده، تمام. انا مثلا من محافظه القاهره، المركز بتاعكم فين؟ انا من اسكندريه، محافظ، اتصل بالرقم، المركز بتاعكم فين؟ في اسكندريه، فين في القاهره، فين في البحيره، فين في الشرقيه، فين في الدقهليه. يعني هو كل هو لان هو تبع وزاره القوى العامله وليها مراكز في جميع المحافظات، وانت اول ما تخش هتفهم ان المركز دوت، يا المركز دوت يا كريم، هو اصلا بيراقب على مدى تطبيق السلامه، اجراءات السلامه داخل المنشات الصناعيه والطبيه كمان، داخل المنشآت الصناعية والطبية. يعني هو أصلا ممكن يقفل منشأة صناعية، ممكن يقفل مستشفى كاملة، ممكن يقفل منشأة طبية كاملة. زي مثلا المشاكل اللي بتحصل، لو أنت بتقرأ الأخبار، الانفجار بتحصل في شركة بتروكيماويات والكلام ده كله، لازم يطلع، لازم تطلع لجنة من وزارة القوى العاملة والإجراءات، مدى تطبيق إجراءات السلامة والصحة اللي داخل بيئة العمل في المجال دوت. إيه اللي حصل؟ التقصير حصل فين؟ تمام؟ فلا، الموضوع حلو 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 يعني. وانا كمان والله يا زياد انا مبسوط جدا والله. طب دكتور، ايه الحاجات اللي حضرتك عرفتها بعد مده كبيره كنت اتمنى انك تعرفها بدري، يعني بعد الخطوات اللي حضرتك تنصح تاخد بالنا منها بشكل عام؟ بص، هو الخطوات اللي انا بقول لكم عليها، ان الحته اللي انا ما كنتش فاهمها قوي ان انا بحب ايه، دي حته اهم حاجه اللي انا كنت عايز اقول. يعني انا بسال، طب انا بحب ايه؟ يعني انا مثلا، انا كنت بتخرج من اول ما اتخرجت كنت ابعت السيفيهات على الايميل وفي الشركات بتاع حوالي في اليوم مثلا من 40 ل 50 ايميل. اقعد على اللابتوب كده اهو، وجايب النت وجايب اللابتوب ومجهز السي في، وابعت مثلا، ابعت ايميلات ايميلات، اقعد السبجكت وايميلات ايميلات. طب انا قعدت اسال نفسي اسئله، طب هو انا ليه الايميلات بتاعي ما توصلش؟ هل الشركات دي فيها مشكله؟ هل الايميل ده فيه مشكله؟ طبعا الكلام ده كان قبل ما يطلع الواتس والكلام ده كله والسوشيال ميديا عامه. هل المشكله في ايه؟ انا قعدت اسال نفسي سؤال بتاع حوالي 10 سنين، هل فعلا الايميلات دي فيها مشكله؟ اكتشفت ان كل الاتش ار كلهم ما بيفتحوش الايميلات دي كلها، وكلها اصلا كلها الايميلات دي كلها بتتكنسل بعد كده. لكن الفكره كلها ان كان في ابلكيشن على الموبايل، على جوجل، اسمه ايميل تراكينج. ازاي تعرف ان الاتش ار فتح الايميل ولا لا؟ دي لسه عارفها قريب. فكنت مثلا ابعت 20 ايميل كان ايميل واحد بس اتفتح، يعني كل مثلا 40 ايميل معايا كلهم يوصلوا ويجي لي بيها نوتيفيكيشن يقول لك في 2 ايميل بس هم اللي اتفتحوا. طيب يعني معنى كده ان انا مثلا لما ابعت 60 ايميل او 80 ايميل يبقى كام واحد بيفتح الايميل، كام واحد من الاتش ار بيفتح الايميل بتاعي؟ 4. طيب
كم واحد من الأربعة هتوقع منه تليفون يقول لي تعالى اعمل انترفيو؟ يعني مثلا بعد 100 ايميل، بعد 100 ايميل تمام، انا حاسس ان انا مثلا يعني ايه، يعني بعد 100 ايميل، بعد ما بعت 100 ايميل ممكن انا بتوقع ان انا ممكن بعد 5 HR فتحوا الايميل ممكن واحد فيهم يتصل بيا. دي اللي اكتشفتها مؤخرا وكانت صدمة بالنسبة لي، بعد 10 سنين عرفت اجابة السؤال وتنتني وراها لحد ما اعرف ليه الايميل ما بتفتحش، ليه الايميلات ما بتوصلش. لا الايميلات بتوصل، الاتش ار في مصر عندنا ما بيفتحش الايميلات، وفي اتش ار يقول لك لا انا بعمل كوبي الايميلات دي كلها بنزلها وبحطها على جنب بحيث الناس لما بتكون مش موجوده بطلع من الباك اب بتاعي او اطلع من الناس اللي عندي اللي انا جاي اللي انا الايميلات بتاعهم موجود تمام. واهم حاجه طبعا من ضمن الحاجات المهمه جدا انك انت حاول تعرف تكتشف نفسك انت بتحب ايه. ما تقعدش انك انت تايه في اول الطريق، سيبك من ما تمشيش ورا خطوات الناس اللي هي ايه نجحت في حته معينه. الناس اللي نجحت في حته معينه مش لازم تنجح زيهم. واحد دخل مشى في الطريق معين معايا ربنا كرمه ونجح، على فكره هو اصلا المفروض انك انت تعرف انا بحب ايه، ولازم تعرف انا يعني ازاي انا اطور نفسي وازاي انا ارتب اوراقي واعمل خطه كويسه جدا ان انا لما اكون داخل على اتش ار جاهز جدا بالرد. اللي هيحصل بعد كده ده اسباب من عند ربنا وقدر الله ما شاء فعل. طيب ايش ردك على يقول الطب ماله مستقبل واللي يدرس يخسر وقته؟ لا هو خساره للوقت الحاجه اللي مش بيحبها، مفيش حد بيخسر وقته معايا الا لو حاجه ما بيحبهاش. لكن الطب ملهوش مستقبل، طب بالعكس ده احنا في زمن دلوقتي او في وقت بتاع الكوفيد 19 اللي هو الكورونا معايا، الناس كلها كل النهارده الاطباء عايزين اطباء كتير. النهارده كميه الاطباء اللي حصل لهم انفكشن من فيروس كورونا وماتوا، والله يرحم الاطباء طبعا وبشكرهم جدا على المجهود اللي هم بيعملوه. عايزين دكاتره جديد، عايزين جيل جديد من الدكاتره معايا تقدروا يتعاملوا مع هذا المرض. وعايزين من الخريجين كليه العلوم مثلا سواء كان البايو كيمستري او من الابحاث يقدروا يعملوا ايه هي مشكله فيروس كورونا وايه هو اللقاح اللي شغالين عليه. النهارده في لجنه طبيه علميه معايا تابعه لوزاره الصحه وتحت اشراف القياده السياسيه بينادوا عشان يطلعوا مصل للقاح فيروس كورونا، وانا بنصح الناس كلها تاخد الاجراءات الاحترازيه، الكمامه وتعقم ايدك كل شويه وتغسل ايدك كل شويه تمام. فلا يعني ده كان ردي، ده كان ردي على ان مستقبل الطب، لا الطب ليه مستقبل، مش الطب بس، كل المجالات ليها مستقبل للحاجه اللي بيحبها. انت بتحب الحاجه، انت اللي هتصنع المستقبل، انت اللي هتصنع المستقبل، والمستقبل بايد الله. دايما انت حاجه بتحبها دايما انت هتصنعها. دور كده على اي حد يا استاذه مي، دوري كده على اي حد نجح في مستقبله هتلاقيه بيحب في جميع المجالات. زي مثلا مين؟ دكتور احمد زويل كان دخل كليه هو حابب المجال. دكتور مجدي يعقوب نفس القصه. محمد صلاح بيحب الكوره ومن اشهر يعني ترند جدا في ليفربول وترند جدا في بريميوم ليج في الدوري الانجليزي، محدش عملها خالص. وفي تعالي هنا كمان بالنسبه كمان يا استاذه مي، الناس اللي نجحت جدا في البطولات الرياضيه وفهم زي احمد بيجاتو اللي هو او حماده بيجاتو اللي هو بيلعب بينج بونج زي الهمم، بيلعب بينج بونج وهو ماسك ببقه، مفيش حاجه وقفته. التفكير اللي بيوقفك دماغك، اللي بيوقفك دماغك معايا، انت مش عارف انا عايز ايه، بتدور عشان انت شايف حاجه معينه شايفها في دماغك ومركز عليها ومكبرها عايز تبقى زيها. لكن في العلم هي واخده حجمها الطبيعي جدا، انت عايز ايه هي دي المشكله. فانت تعرف انت عايز ايه وتحطها في دماغك وتحط نفسك فيها، تفرق. يعني مثلا انا عايز اكون زي محمد صلاح، ما ينفعش. ليه؟ محمد صلاح واخد بيتدرب من هو صغير جدا، من اول طلع من اول قريه نجريج في طنطا معايا لحد ما وصل للمقاولين العرب لحد ما وصل للعالميه. انا لو نزلت لعبت الكوره مش هعرف، انا مش هكمل ساعه ونص على بعضيهم، فمش هينفع اوصل زي محمد صلاح. بس انا شايف بقى محمد صلاح وشايف معرفش ايه والصوره ومكبر الصوره وعايز ابقى زي محمد صلاح. لا هو محمد صلاح قدوه، طب ليه ما اكونش زي محمد صلاح بس في مجالي؟ ليه ما اكونش زي مثلا محمد صلاح مثلا وفي مجالي انا؟ يعني ايه؟
انا محمد صلاح مش زيي في مجالي، تمام؟ انا في مجالي مثلا متخصص وعندي خبره والكلام ده كله، فكل واحد شاطر في تخصصه وكل واحد شاطر في مجاله وكل واحد بيصنع مستقبله. ازاي يكشف الشخص المتخصص المناسب له؟ لان احيانا بحس ان الطب هو مناسب ليه ومكمل فيه. بصي هقول لك على حاجه، الاحساس ما ينفعش. انت حاسه ان الطب مناسب ليكي بناء على ايه؟ المشاعر لا تقاس. طالما قلتي احساس يبقى انت هوائيه. لازم انا اكون صريح جدا مع نفسي، يعني ما انا ممكن اكون حاسه ان الطب حلو ليا ومناسب ليا، لكن مش مناسب مع قدراتي، مش مناسب مع مثلا، مش متفق معايا، مش على فكره. انت كل واحد فينا الدماغ بتاعته معايا لازم يكتشف فيها هو بيحب ايه. يعني في حته زياده عنك مثلا، يعني استاذه مي عندها ال 24 اضاءه بتوعها كاملين، وانا عندي ال 24 اضاءه بتوعي كاملين، بس انت بتستخدميهم باستخدام مختلف وانا بستخدمهم باستخدام مختلف، بس انت عندك كاملين وانا عندي كاملين. انت في حاجات مش عارفاها، انا في حاجات بدات اعرفها النهارده، في حاجات كنت لسه بدور عليها واكتشفتها، وفي حاجات وكل يوم بكتشف حاجات جديده في نفسي. ما ركزتش بره بره ما ركزتش بره بره شخصيتي، ركزت جوه شخصيتي، دورت لجوه مش لبره، بدات البحث عن الذات جوه مش البحث عن الناس. الناس التانيه بتعمل ايه؟ انا مالي، ماليش دعوه بالناس التانيه. اللي ينجح يعني ربنا يكرمه، واللي ما ينجحش ربنا هيكرمه وهينجح. دايما يعني حب نفسك ما تحب لغيرك، لكن انا عملت ايه؟ انا مين؟ مين انا؟ زي مثلا اسالي نفسك مين انت؟ مين الاستاذه مي؟ بتحبي ايه؟ بتكرهي ايه؟ على فكره في بعض الامتحانات بتبقى موجوده اونلاين بيقدر يقيم شخصيتك، حاجه اسمها بري تيست مثلا، اسسمنت معايا. بتبقى في امتحانات كده بتبقى كويزز خفيفه اون فري، ممكن تخش عليها على جوجل وتكتب مثلا امتحانات تقييم شخصيه او بري مثلا تيست اسسمنت مثلا، تقدري تعرفي مثلا ان انا بحب ايه او بكره ايه. ممكن في بعض الدكاتره اللي هم مثلا خاصين بالشخصيات شويه، تمام؟ ازاي مثلا اعرف ان انا بحب ايه او بكره ايه؟ انت مثلا بتحب مثلا، يعني كان في مثلا حاجه كده زي يوسي ماسي مثلا، او موهبتي ان انا مثلا ممكن ما بحبش الماس لكن بحب الساينس، يعني بحب العلوم، بحب مثلا الظواهر، بحب اكون ملاحظ لهذه الظواهر. مثلا بحب الحاجات المقفوله عايز اعرف فيها ايه، الجيولوجيا مثلا. بحب مثلا العوالم الخفيه اللي هي الكائنات الدقيقه والكلام ده كله. ممكن اكون بحب مثلا الرياضه، مش لازم، ممكن اكون بحب مثلا التمثيل. يعني تفهم قصدي يا سمي؟ هي الفكره كلها مش احساس، الفكره كلها تقييمك لازم يكون صح عشان اخد قرار صح. تقييمك ده هتعمليه ازاي معايا؟ مش بترجعي لنفسك. ليه؟ لانك انت اصلا ما عندكيش المهارات انك انت تقدري تقيمي نفسك، صح؟ طيب يعني ايه مثلا؟ انت عيانه حسيتي ببعض الاعراض، بتروحي لفين؟ بتروحي للدكتور. طيب انت التبس عليك الامر، هل هو برد ولا كورونا؟ هتعملي ايه؟ هروح للدكتور هيقيم الاعراض وهتحللي، ونقدر بعد كده نقيم اذا كان دور برد عادي جامد ولا دور كورونا، صح ولا مش صح؟ طب تمام. نفس القصه، لازم تروحي الناس متخصصين ويقدروا يعني نعرف الشخصيه بتاعتك من خلال انك انت بتتكلمي معاهم. الشخصيه بتاعتك من ناحيه ايه؟ ايه اللي انت بتحبيه؟ ايه اللي انا بكرهه؟ عرفوني كده. في بعض الكورسات بتبقى موجوده مثلا، بتبقى بعض المراكز متخصصه. انا بحب ايه؟ هل انا بحب المس؟ هل انا بحب الرياضه؟ هل انا بحب الساينس؟ يبقى لو انا قدرت اقيم الكلام ده كله، وممكن الاهل برضك يساعدوكي، ممكن اصدقائك يساعدوكي، هل انا بحب الحاجات دي، تجمعي معلومات، تجمعي هذه المعلومات تقدري تاخدي قرار ان انا احس اقدر اكمل في هذا اي مجال اللي انا اتكلم فيه اكمل فيه. وعلى فكره انت لو توصلتي لهذه النقطه ونجحت انك انت وصلت فيها، انك هتاخدي وقت كبير وهتاخدي وقت كتير، يبقى انت كده وفرت على نفسك مجهود انت هتوفريه جامد جدا. ممكن اخش الطب وبعد ما اطلع من الطب مش عايز اكل الطب، مش عايز اكمل في الطب، مش عايز ابقى دكتوره.
ليه؟ مش حابه الجثث، مش حابه الريحه، مش حابه اللي انا عندي عياده. طب انت عايزه حابه ايه؟ لا انا عايز ابقى مثلا ممثله، مثلا احب مثلا تقليد الشخصيات، احب القراءه، احب الكتابه، احب الشعر، احب مثلا ابقى انستراكتور، احب مثلا ابقى مهندس، احب تصنيع مثلا السيارات، احب مثلا تصنيع الروبوتكس، الذكاء الاصطناعي، مثلا ايه، احب الصيانه، ممكن احب اصين، ممكن احب اعرف العيوب فين واعمل لها، واعمل لها تعديلات، واعمل لها موديفيكيشنز. فهي الفكره كلها انا بحب ايه. يبقى انت بعد ما عديتي كليه الطب وسبع سنين بتاع كليه الطب، جيتي في الاخر مش عايزه اخش كليه الطب، مش عايزه ابقى دكتوره، عايزه ايه؟ عايزه اكتشفت ان انا بحب حاجه تانية، وبعد ما تخلصيها اكتشفت انا بحب حاجه ثالثه، وبعد ما تخلصيها اكتشفت انا بحب حاجه رابعه، وفي الاخر تستقر على الحاجه الرابعه بعد ما ضيعت وقت كتير. لا انا اعرف اروح للمتخصصين واسال واشوف، واسال اهلي، واسال والدي، واسال والدتي، اقرب الناس ليا، واعرف انا بحب ايه. قيموني، قيموني تقييم صح عشان اخد قرار صح. يا رب اكون افدتك يا استاذه مي. بارك الله فيك وجزاك الله كل خير على منشوراتك. العفو، ربنا يخليك يا رب. تمام، هو كده الوقت كده فاتنا ولا طيب انا يا جماعه كده خلصت كل الاسئله اللي عندي، فانا كده نشرت على اللينكد ان بتاعي وهكتبه تاني اهو. ده الاكونت بتاعي على لينكد ان، تمام، ويا ريت ان شاء الله باذن الله نتواصل على هذا الاكونت. تمام، و يا ان شاء الله باذن الله. طبعا بشكر اداره الموقع على الفيسبوك حيتان كليه العلوم على اللايف دوت، وبشكر كل القائمين عليه والاستاذه الهام، ويا رب اكون افدت كل الناس ان شاء الله باذن الله. ويعني ان شاء الله باذن الله يبقى لينا كمان لايف كمان ان شاء الله باذن الله، نبقى نعمل بارت 2 وبارت 3 وبارت 4 كمان، ونبقى مع بعض ان شاء الله باذن الله. وربنا يوفق كل الناس جميعا يا رب. وارجع اقول لكم خدوا بالكم من نفسيكم، الاجراءات الاحترازيه، البس الكمامه، ما تقعدش في مكان زحمه، دايما عقم ايدك، دايما اغسل ايدك، تمام، دايما اكتشف نفسك، ما تسكتش، ما تسكتش. النجاح، النجاح مش ملهوش طريق واضح، النجاح بيبقى انت اللي بتصنعه، انت اللي بتصنع مستقبل. خليك قريب من ربنا، ربنا هيكرمك. خليك دايما قريب، انت اللي محتاج ربنا، انت اللي محتاج صلاتك. وربنا يوفقكم جميعا، وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم على خير. سلام.